الحمد لله على السلامة. والله غيبة. عود أحمد. صباح الهنا يا كريم. فينك وفين أيامك الحلوة؟ الحمد لله على سلامتك يا نوال. الله يسلمك يا كريم، صباح الهنا. وبقالنا يمكن داخلين في أسبوعين ما طلعناش على الهوا مع بعض، لكن سعيدة أكيد إن إحنا بنعود مرة ثانية لحضراتكم كمان. ومعانا أخبار كتيرة، وإمبارح كان يوم طبعًا مهم، والأسبوع اللي فات طبعًا اللي أنا ما كنتش موجودة فيه برضو كان أخبار كتيرة مهمة خاصة بالنادي الأهلي. الفترة اللي جاية برضو فترة هتكون صعبة جدًا، ويعني خلينا نقول مليانة أحداث كتيرة وتحديات كبيرة على النادي الأهلي. هنتكلم في كل التفاصيل دي أكيد على مدار إن شاء الله الأسبوع اللي جاي كمان، لكن خلينا نوه في البداية عن فقراتنا يا كريم. كالعادة هيكون عندنا في الساعة الثانية من حلقتنا فقرتين حواريتين، الأولى هيكون فيها حديث مطول مع الناقدة الرياضية دعاء بدر، والفقرة الثانية هنتكلم بقى عن كرة القدم العالمية مع الأستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. دي الفقرات اللي هتحصل معانا إن شاء الله وهتكون موجودة معانا في الساعة الثانية. وفي البدايه بقى، وبما اننا يعني ابتدينا بالفعل فتره التوقف الدولي وبالتالي فرقتنا عندها اجازه يعني الاول الاسبوع الجاي ان شاء الله، تعالوا نقف كده ونتكلم كلمتين عن اللعيبه وعن كولر، ونعمل انجاز التعبير كشف حساب سريع جدا. بس في البدايه لازم ناكد على تفصيله، والتفصيله دي غير قابله للتغيير، ومش اليومين دول، ده من قديم الازل دايما يعني الجماهير هم الداعم الاول وهم العامل الاول والاساسي في نجاح الفريق. وزي ما حصل الموسم الماضي هنقول مع بداية الموسم ده كمان نفس اللي كنا بنقوله قبل كده، فكرة الهجوم، بلاش نهاجم بشكل يعني مبالغ فيه. ممكن جدا ننتقد، بالعكس ده لازم ننتقد وطبيعي ان احنا ننتقد، لكن فكرة الهجوم على اي لاعب يعني ده مش النادي الاهلي ولا دي جماهير النادي الاهلي. تعالوا نروح لكشف حساب مختصر عن منافستنا. الاهلي لغاية دلوقتي لعب 5 ماتشات في الدوري، فاز في 4 ماتشات منهم، لعب في البدايه مع المصري والاسماعيلي، وبعدها دخل في فتره توقف طويله شويه عشان ماتشات دوري السوبر الافريقي، ورجعنا مره ثانيه لعبنا 3 ماتشات امام المقاولين كسبنا 2-1، ثم سيراميكا كليوباترا وكسبنا بنفس النتيجه في الثواني الاخيره. وطبعا كان في وقتها انتقاد على الاداء، لان كمان كان في اجهاد واضح جدا على كل اللعيبه في الفريق. اول امبارح اتعادلنا مع الجونه بنتيجه 1-1 بعد ما كنا متقدمين بهدف سجله انتوني مودست، وطبعا يعني لم تأتي الرياح بما تشتهي سفن محبي وعشاق النادي الأهلي. ناس كتير يعني لما بتيجي تتكلم على هذا التعادل ما بيقولكيش يا نهاوند احنا تعادلنا، لا يقولك احنا خسرنا نقطتين بالتعادل ده. دي حقيقة. بص هقولك على حاجة، يعني أنا ليا وجهة نظر، وأعتقد أي حد بيعشق كيان أو بيعشق شيء بجد من قلبه هيفهم الكلام اللي أنا بقوله، هيبقى حاسس باللي أنا بقوله جدا. قصة إن أنت تحب حاجة كريم أو تنتمي لشيء ما، أو إن أنت تحب النادي مثلا الأهلي وكيان النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي، ملوش علاقة إن أنت بس تكون يعني بتحبه وهو على التوب أو هو ناجح أو هو رقم واحد. اللي بيحب حاجة بيحبها في الحلو بتاعها وفي السيء بتاعها، والحمد لله إن إحنا لو هنتكلم عننا عن النادي الأهلي، النادي الأهلي الحلو فيه أعلى بكتير قوي. صحيح. يعني ممكن تدي لو بالنسبة مثلا هتقول بجد يعني 85% ل 15%، فالنادي الاهلي العاده بتاعته ان هو بيفرحك على مدار تاريخ من قبل ما نتولد ومن قبل اهالينا ما يتولدوا زمان جدا، ده وضع وده حال النادي الاهلي. لكن ما فيش حاجه وما فيش حد في الدنيا ولا شيء في الدنيا بيفضل بس رقم واحد او بيفضل يفوز بس، لازم نفوز ولازم نقع شويه علشان نحس بعد كده بطعم الكامباك او بطعم النجاح مره ثانيه، هو ده الوضع. لكن الحمد لله احنا بنسب وبارقام وبتاريخ احنا برده يعني اعتقد الفرحه عندنا اكبر بكتير، التاريخ الحلو عندنا اعلى بكتير جدا، فطبيعي يكون في ناس زعلانه، لان ده برضو انت لما بتحب حد او بتحب حاجه بتتعلق بحاجه بتبقى غيره منك، بتبقى عايزه دايما الاحسن. فاحنا متفاهمين جدا، واحنا على فكره احنا جزء من الجماهير، احنا يعني ما احنا نفس القصه، احنا لما النادي الاهلي بيلعب او الفريق بيلعب ومش بالشكل اللي احنا بنتمناه او بنأمله بنزعل عشان بنغير عليه، لكن ده مش معناه ابدا ان احنا نقلل، مش معناه ان احنا نسمح لحد كمان ان هو يقلل، مش معناه ان انت تتقبل النقد اللاذع وتسكت، لا، دايما احنا بنتكلم عيلة الاهلي، انت بتدافع عن اي حد بينتمي النادي الاهلي. كنت بقول لك يا كريم من فتره، احنا نفسنا احنا مش لعيبه في الفريق، لكن مجرد ان احنا مذيعين في قناه النادي الاهلي، لما اي حد حتى على السوشيال ميديا بينتقدنا، مش بيقول كلام وحش بس بينتقدنا، انا ما بردش، باخش الاقي وراك جيش هو اللي بيرد، بيدافعوا عنك مش عشان هوند، مش عشان كريم، مش عشان علي معلول، مش عشان محمد الشناوي، عشان احنا بننتمي لكيان النادي الاهلي. فهو ده هو دي القصه، عشقك للنادي الاهلي ما بتقبلش ان اي حد يغلط في اي حد بينتمي ليه. هي فعلا عيله الاهلي زي ما بيتقال، الفتره اللي جايه مهمه جدا علينا يعني ان شاء الله كمان، وباذن الله خلينا نقول تحدي كبير جدا، لكن ان شاء الله نقدر نتكلم من اللي فات حصاد مرحله كان مرضي جدا، خاصه انك كمان متصدر الدوري برغم حاله الاجهاد اللي حضراتكم كنتوا شايفينها وكلنا كنا شايفينها للعيبه، لسه كمان لينا
مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، مباراة هتبقى قوية جدا بالمناسبة. بلدية المحلة من الفرق يا كريم اللي عاملة شغل محترم واللي تخليك تبص لها، يعني اللي تلفت نظرك كتير جدا من الأندية اللي صعدت للدوري الممتاز. البعض كان متوقع إن هي هتصعد تلعب ماتشين ثلاثة أربعة وخلاص، والأداء يبقى سيء كالعادة يعني، او الاداء ما يبقاش مرضي اللي هو او المتوقع، لكن بصراحه في انديه كتير صعدت ومنهم زاد برضو بالمناسبه، والجون على فكره مش سيء ابدا ابدا يعني فعلا. فهي قصه في كده، هو التكتل الدفاعي برضو اللعب بشكل دفاعي بحت انا ما بحبوش قوي يعني، لا يقاس عليه زي ما بتقال الفنيات بالظبط او صحيح. امكانيات الفريق، لكن على كل حال هي قدمت مباراه قويه امام النادي الاهلي. لكن فتره التوقف كمان الدولي خلينا نقول هتكون فرصه انك تلتقط النفس، تبتدي تحضر للمرحله اللي جايه، كمان فكره دخولك في منافسات دور المجموعات بدوري طبعا ابطال افريقيا، بجانب ان كان عندك كمان يعني غايب عدد كبير جدا من اللعيبه بسبب الاصابات اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم عليها. ففتره الاجازه باذن الله تكون فتره وفرصه حلوه لاستعاده اللياقه والجاهزيه زي للمباريات. عندنا امل كبير جدا وثقه كبيره جدا في كولر، مش عايزين الناس برضو تبدا ان هي، لان اللهجه في بعض المنابر الاعلاميه المختلفه ابتدت اللي هو طب هو كولر الافضل مع الاهلي، مش معقول يا جماعه يعني، مش معقول احنا فكره ان احنا بنحكم على الاشخاص من ماتش او ماتش، لا ده صعب جدا، او ماتشين او ماتشين لا، شيء صعب جدا، ده ما بيحصلش في اي نادي في العالم، ما فيش نادي في العالم بيبقى فيه التيرن اوفر بهذا الشكل ابدا، فما فيش حاجه اسمها كده. كولر رجل يعني له سي في كبير، قلنا الكلام ده اول ما جه، ورجل قدم كتير جدا وحسن وطور بالمناسبه الكوره في النادي الاهلي، واداء كتير من اللعيبه تحسن على يد كولر بصراحه، بيرستا وغيره وغيره من اللعيبه ومحمد هاني وغيره. فده الشق الاخير بس قبل ما انسى، انك قلت بنهايه كلامك كلمت عن مودست، ده اللي احنا كنا بنقوله بقى امبارح، وده اللي كان التعقيب على الاهلي والجونه، فكره الهدف اللي احرزه مودست، اللي احنا كنا فاكر انا وانت لما قعدنا نطلع نرد، مش بنرد قوي يعني لا نهتم، بس كنا بنتكلم على شقيه ان الناس دايما تشكك في اي صفقه او بعض الصفقات في النادي الاهلي، يقول لك لا ده مش هيقدم، ده مش هيعمل حاجه. اعتقد دايما الرد بيكون على الارض من اللعيبه دي، وانا قلت الكلام ده قبل كده، فمودست بصراحه استطاع زي ما انت قلت ان هو يرد على الارض على كل الناس المشككه، ولسه بدري جدا، اعتقد ده هيكون من اللعيبه اللي هيعمل فارق كبير جدا مع النادي الاهلي. هو ده واحد من اكتر الناس اللي خدوا نصيب الاسد من الانتقادات من ساعه ما جه صحيح. وهنقول ان تاني نرجع ونقول فكره الانتقاد فكره صحيه جدا وحق مشروع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لكن الغريب لما الواحد يعني يتعدى بقى مرحله النقد ويدخل في مرحله التكهنات والاستنتاجات وحاجات زي كده، فخلينا نشوف الامور هتقول الى ايه في النهايه، لان فعلا ما ينفعش ان يبقى الحكم على لاعب او حتى على فريق بالقطعه. فتعالوا نستهدى بالله كده ونشوف اللي جاي هيكون اخباره ايه. بالمناسبه وده بقى على صعيد منفصل، اعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي قائمه المنتخب اللي هتستعد ان شاء الله لمعسكر نوفمبر. بالمناسبه المعسكر ده هيمتد في الفتره من 13 الى 21 من الشهر الجاري. طلب ميكالي مسؤولي اتحاد الكره بسرعه انهاء الاتفاق على خوض مباريتين وديتين خلال فترة المعسكر، معسكر نوفمبر المقبل، في إطار الاستعدادات طبعا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. اللافت للأنظار أنه اشترط أن تكون هذه المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو منتخبات أمريكا اللاتينية لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبي المنتخب الأولمبي المزيد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة. دي نقطة في منتهى الأهمية، قرار صائب جدا، أتمنى أن يتم تنفيذه بحذافيره، لأن احنا بنرجع ونقول يا فرحتنا لما بنلعب ماتش ودي مع منتخب على قد الإيد، طب احنا كده عملنا إيه؟ استفدنا إيه؟ والله العظيم ونبقى فرحانين قوي ان احنا فزنا عليه 3-1 مثلا، لا مش ده المحك. انت عشان يتم صقل قدرات اللعيبه فعلا ويستفيدوا من الاحتكاك ده لازم يكون الاحتكاك مع منتخب قوي، مع فريق قوي صحيح. عشان الاستفاده تتحقق، غير كده يبقى احنا بنضيع وقت وبنضيع فلوس وبنضيع مجهود وبنضيع حاجات كتيره الحقيقه. فكويس القرار ده انه اتاخد، ويبقى كويس اكتر لو اتنفذ ان شاء الله. انا بتفق معاك، فتره الاعداد هي بتبقى فتره في غايه الاهميه، وبتقدر تبني عليها وتستعد طبعا لمرحله بتكون اكيد مش سهله، لكن واثقين فيهم الى حد كبير، والثقه المفروض تكون موجوده حتى لو احنا عندنا بعض التحفظات، لكن فكره تصدير الروح اللي هو لا احنا مش هنوصل، لا احنا بس هنروح وبعد كده يعني مش هنتصدر، او احنا يعني مش هنعمل حاجه، مش هنتوافق، الكلام ده كله بنسمعه على فكره من دلوقتي يعني. الكلام ده لو انت دخلت تابعت عملت بس هاشتاج اي حاجه انت عايز تعرف الاراء عليها، هتلاقي اراء كتيره جدا، والاغلبيه فيها الى حد ما برضو
مش مشجعه قوي يا كريم. خلينا نتكلم بصراحه، عدم الثقه ده راجع لاسباب كتيره، سواء في المنتخب، منتخب الشباب، منتخب المنتخب الاولمبي، ده نفس المنوال. لكن اللهجه دي ربما هي موجوده كريم، لان انت بقالك سنوات برضو طويله ما قدمتش حاجه على الارض. عشان كده ما نقدرش نغلطهم قوي، ما نقدرش، بس بيني وبينك كتر النقد مش هيوصلك لحاجه. انا بشوف ان خلينا نجرب، لان انا مش عايزه اتكلم عن المنتخب بحد ذاته، من الاولمبيا او منتخب مصر او غيره، لكن اعتقد ان احنا لو اعطينا فرصه وابتدينا نصدر الثقه دي، خصوصا انت عندك برضو مديرين فنيين يعني للمنتخبات المختلفه جيدين الى حد كبير، واعتقد لحد دلوقتي محققين المطلوب. يعني لو هتكلم تحديدا كمان عن منتخب مصر للشباب، برضو هو بيواصل الاستعدادات بتاعته لتونس لتمهيد لخوض بطوله هنا شمال افريقيا، ومفروض هتنطلق بكره باذن الله. كل التوفيق ليهم، يعني برضو واثقين بشكل كبير وان شاء الله يوفقوا. كلهم شباب جميل وشباب عنده طموح كبير جدا، وتحس ان كل واحد منهم عنده امل ان هو يبقى نجم مصر القادم، وممكن يبقى محمد صلاح القادم. يعني حتى لو انت اتكلمت معاهم هتلاقي كل واحد، لا السن ده بالذات بيكون يعني متعطش للنجاح. فاعتقد ده امر ممكن يبقى برده فارق بنسب كبيره جدا. البعثه دي بيترأسها محمد ابو الوفا، عضو مجلس اداره اتحاد الكره، وبتضم المفروض 22 لاعب. البطوله مهمه، مهمه جدا، واتكلمنا كتير جدا في اهميه هذا المنتخب، لان هو تاني هنرجع نقول نواه للمنتخب الاولمبي الاول. فالبيز بتاعك او الاساس بتاعك لما بتاسسه صح بتبني صح بعد كده. فبالتوفيق ليهم، محتاجين جدا يكون في تركيز وتطوير في الاداء والقرعه. كمان خليني اقول لحضراتكم الخاصه ببطوله شمال افريقيا لمنتخبات الشباب، اسفرت عن مواجهه منتخب مصر للشباب عندك مع ليبيا، هيكون الاربع الجاي 15 نوفمبر الجاري، وبعد كده الجزائر يوم 17، ومفروض هيلتقي برضو منتخب مصر للشباب مع نظيره التونسي زي ما كنت بقول لحضراتكم في نهاية بقى وختام مشوار البطولة، وهيكون بإذن الله أمام المغرب 21 من الشهر برضو. بالتوفيق ليهم بإذن الله. ويعني لسه طبعا ما نقدرش نحكم، لسه منتخب لسه جديد تماما، الأسماء كلها لسه ما جربناش ما شفناش، لكن خلينا نقول واثقين بإذن الله إن هم يتم تأسيسهم بشكل جيد جدا. أنا بالنسبة لي البطولة مش فارقة خالص معايا كريم، الفارق معايا إن أنت تحس عندك لعيبة يعني تقدر يبقى ليها مستقبل، أو تقدر تلمس فيهم المستقبل للي جاي بعد كده. كنت لسه بتقولي من شوية إن كلهم عندهم شغف لتحقيق ذاتهم، وكلهم كل واحد فيهم على حدة نفسه يبقى محمد صلاح جديد زي الفل، بس يورونا ده بقى يعني نشوف أمارة. الفرصة جات لهم فعلا، الفرصة بتجيلك لازم فعلا تستغلها، هي دي النقطة. طيب خلونا نتكلم أكتر بتفاصيل هذا الملف يعني مع الضيف اللي هينورنا من خلال التليفون، النقد الرياضي الأستاذ رامي رجب. أستاذ رامي صباح الفل على حضرتك، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. أهلا بيك، صباح الخير يا أستاذ كريم، صباح الخير يا أستاذ نوند، صباح الخير على كل متابعي قناة الأهلي. صباح الهنا على حضرتك. بداية كده، شايف إزاي اختيارات ميكالي في قائمة المنتخب الأولمبي؟ حجم رضاك عنها وصل لفين؟ خلينا نقول مستر ميكالي يمكن ما يتولى مهمه المنتخب الاولمبي كان الاداء يعني ما كانش على ما يرام. الراجل طور بشكل كبير جدا اداء المنتخب الاولمبي، قدر خلال الفتره اللي تولاها قدر الحمد لله المنتخب الاولمبي يصل لنهايه بطوله الامم الافريقيه المؤهله للاولمبياد، وحصل على المركز الثاني بعد خسارته من المغرب، وقدم مستويات رائعه. يمكن حمزه علاء حارس النادي الاهلي حصل على افضل حارس، ابراهيم عادل حصل على افضل لاعب، وفعلا يعني لا ميكالي بيسير بخطى ثابته مع المنتخب الاولمبي وحقق نجاحات خلال الفتره اللي فاتت دي، وشفنا اداء مميز، شفنا شخصيه للمنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه دي، وده يدينا اللي احنا متفائلين خير ان شاء الله. هذا المنتخب كل المباريات اللي خاضها المنتخب الاولمبي حقق فيها نتائج ايجابيه سواء كانت داخل مصر او خارج مصر، فبالتالي خلينا نقول احنا متفائلين بهذا المنتخب، متفائلين في مجموعه من العناصر الجيده. هذا المعسكر يمكن يعني يمكن اقول لكم الكواليس، كان فيه اتفاق مع منتخب امريكا هيخد مباراتين المنتخب الاولمبي في هذا المعسكر، ولكن المنتخب الامريكي اعتذر للفتره الاخيره دي عن خوض المباراتين، وطلب من اتحاد الكره ان هو وكان جاي على حسابه، تذاكر طيران على حسابه، حجز فنادق على حسابه، ولكن اعتذر في الفتره الاخيره من حوالي 10 ايام كده، وده اربك حسابات اتحاد الكوره ومسؤول اتحاد الكوره ومسؤول المنتخب الاولمبي. تمت مفاوضات عدد من المنتخبات الافريقيه في الفتره الاخيره، نظرا لضيق الوقت كان كل المنتخبات القويه او اللي هتشارك في الاولمبياد او المنتخبات القويه كانت اتفقت مع بوارات وديه، وده اربك حسابات اتحاد الكوره ومسؤول اتحاد الكوره والجهاز الفني المنتخب الاولمبي. تم مفاوضات عدد من المنتخبات الافريقيه في الفتره الاخيره، يمكن منتخب مالي اخرهم كان منتخب مالي من حوالي 4 5 ايام بس، ولكن المنتخب المالي طلب انه وافق على
خوضوا مباراتين مع منتخب مصر هنا، ولكن طلب ان يكون يعني التذاكر والاقامه على حساب اتحاد الكوره، فكان في تحفظ من اتحاد الكوره. في حاليا في مفاوضات حاليا مع منتخب الكونغو، يا ربما يعني يتم في مفاوضات حاليه ومفاوضات متقدمه، ربما خلال الفتره اللي جايه دي ممكن يتم خوض مباراتين. خلينا نقول لو المعسكر اقيم، وطبعا هينطلق اليوم في العاصمه الاداريه، لو ما فيش مباراه وديه في خلال هذا المعسكر، اكيد المعسكر يبقى بالنسبه لمستر ميكالي يبقى يعني مش هيبقى مفيد بقدر ما يكون هتخوض فيه مباراه وديه، وخاصه ان انت المنتخب الاولمبي بيعسكر في فتره الاجنده الدوليه مع المنتخب الاول. فميكالي عاوز يستفيد بكل الفترات او كل التجمعات خلال الفتره الجايه، انه يخوض في عدد من المباريات لاعاده الثقه، لتجربه عدد من اللاعبين. يعني شوف في قائمه المنتخب الاولمبي في ثلاث وجوه جديده، ودايما هو بيضم وجوه جديده، بيدي الفرصه لجميع اللاعبين، ما عندوش يعني ما عندوش حته ان احنا خلاص قفلنا الباب على مجموعه من اللاعبين. ايوه طبعا عنده اقام اساسي من المنتخب، ولكن هو بيدي الفرصه لجميع اللاعبين، حتى لو ياخد لاعب او اثنين او اثنين او ثلاثه وجوه جديده في كل معسكر، ولكن هو عنده قوام اساسي. كل التوفيق لميكالي، كل التوفيق لجهاز المعاون، كل التوفيق للاعيبه المنتخب الاولمبي، عندهم مهمه كبيره جدا جدا جدا. الكابتن شوقي غريب في الاولمبيات الاخيره وصلنا لدور ال 16 وخسرنا، ولكن املنا كبير ان شاء الله المنتخب الاولمبي بالعناصر اللي موجوده، بالانسجام اللي موجود، بالتفاهم الموجود، بالاداء المستوى. طيب استاذ رامي، يعني خليني اروح مع حضرتك ونتكلم شويه بصراحه. الاماني موجوده، ده ما فيهوش شك ابدا. الطموحي ان هو يبقى موجود اكيد ما فيهوش شك ابدا، ولكن هل حضرتك بمنتهى الصراحه متوقع ان ممكن يحقق هذا المنتخب ميداليه في اولمبياد باريس، ولا احنا بنتكلم ان دي هتعتبر خطوه اولى وان شاء الله نبني عليها بعد كده ان احنا نقدر نطمح لميداليه مع المنتخب الاولمبي المصري، لكن ليس الوضع ان احنا دلوقتي نستطيع، خلينا نقولها بهذا الشكل يعني. منتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه المنتخب الاولمبي الفتره الاخيره يا استاذ نعوان، ده شايف ان هو بيقدم كل الماتشات الوديه اللي خاضها، او اللي حتى بطوله الامم الافريقيه اللي خاضها المنتخب الاولمبي، ظهر المنتخب الاولمبي بشكل جيد جدا جدا، قدم مستويات رائعه. هزت شباك المنتخب الاولمبي في 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 مباراه وحيده اللي هي مباراه امام المغرب. كل المباريات اللي خدها ميكالي مع المنتخب الاولمبي بتدينا مؤشر اللي احنا نطمئن ان هذا المنتخب اكيد. طيب ممكن اقطع حضرتك بس حاجه بسيطه هنا استاذ رامي، عشان النقطه دي انا عايز اتكلم فيها. احنا كنا بنحقق اللي احنا عايزينه ده وفقا للنتائج، ولكن الاداء اللي بتكلم عليه برضو استاذ رامي هنا، الاداء هل حضرتك شايفه الافضل حتى هذه اللحظه؟ لان انا بشوف، وده وجهه نظري كمواطن مصري ملوش علاقه بالاعلام خالص، ان انا اتمنى فعلا المنتخب بتاعنا يفوز بالميداليه، ولكن الاداء ليس الافضل. النتيجه هي اللي احنا اخذناها، لكن الاداء ليس الافضل. فهل احنا كده برضو نقدر نقول نطمن على اللي جاي، ولا فرصتنا ما زالت صعبه؟ اتفضل. اكيد وصول ان انت تحصلي على ميداليه في الاولمبياد مع المنتخب اكيد اكيد صعبه جدا جدا جدا، ولكن وفقا للمؤشرات، انا متابع المنتخب الاولمبي بشكل كبير جدا، ماتشات كثيره جدا متابع المنتخب الاولمبي، في تطور في الاداء بشكل كبير جدا، في ثقه موجوده باللعيبه، عندهم شخصيه، واهم حاجه في المنتخب او المرحله السنيه دي ان يكون اللاعب عنده شخصيه او المنتخب ده عنده شخصيه، ده ظهر في عدد كبير من المباريات اللي خاضها المنتخب الاولمبي، وده عشان كده انا متفائل. هل التوفيق بقى، هل في الفتره اللي هيخوض فيها المنتخب الاولمبي في الاولمبياد دي هيبقى اللعيبه فايقه بنفس الفوقان الفتره الاخيره؟ هل هيأدوا نفس الاداء المستوى؟ هل المباراه الوديه اللي جايه هتكون كفيله ان هم تعدوا، يعني يكونوا استعداد قوي جدا جدا للاولمبياد؟ دي كلها يعني دي كلها مؤشرات. هل ده يتحقق على ارض الواقع؟ انا بالنسبه لي انا شايف المنتخب الاولمبي مع ميكالي بيسير بخطه ثابته في كل المباريات اللي خاضها، بيقدم مستويات رائعه. انا شايف ان في شخصيه المنتخب الاولمبي، في شخصيه في اداء اللاعبين، عندنا اكثر من لاعب، عندنا ظهر في بطوله الامم الافريقيه الاخيره اللي خاضها المنتخب الاولمبي ظهر بشكل جيد جدا جدا جدا، كل الناس اشادت بهذا المنتخب. احنا عندنا نقاط مضيئه يا استاذ رامي، يعني حضرتك انا اسف المقاطعه، حضرتك ليه شايف يعني ان فرصتنا صعبه، وقلت حتى ثلاثه جدا، طالما
وبعد كده حضرتك فنت ان احنا عندنا برضو عناصر قوه معينه، يعني ايه الصعوبه يعني وشبه الاستحاله اللي انا استنتجتها من كلام حضرتك؟ صعبه اللي انت هتنافسها برضو يا كريم بشكل كبير جدا، تحدد دلوقتي لسه الموضوع خفيف. ما اختلفناش، انا بتكلم بس على الصعوبه، يعني استاذ رامي بيقول لك ايه، انا شايف ان فرصتنا صعبه جدا جدا جدا. الصعوبه دي نظرا لتواضع مستوانا ولا لقوه مستوى المنافسين؟ قبل المنتخبات قويه، يعني احنا انا متفائل ولكن صعب. يعني هو احنا برضو خلينا نقول يا استاذ كريم، عشان تاخد تحصل على ميداليه في الاولمبياد الموضوع مش سهل، وده مش معناه ان انت ما تقدرش تحصل على الميداليه. انا شايف ان الموضوع صعب، وفي نفس الوقت انا شايف اداء منتخب الاولمبي يعني يدينا تفاؤل. الفتره اللي فاتت دي يدينا تفاؤل ان احنا ممكن نحقق حاجه، ولكن عشان تحقق الموضوع مش سهل كريم، مش هيبقى ممهد ليك يا استاذ كريم ان انت تحصل على الميداليه. اكيد الموضوع صعب جدا جدا جدا، ولكن خلينا متفائلين بهذا المنتخب، خلينا متفائلين وفقا للنتائج. وانا متابع المنتخب الاولمبي عن قرب، شايف لا في تحسن في الاداء بشكل كبير جدا كويس. شايف في لعيبه ظهر بشكل كبير جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره اللي جايه. واتمنى لاتحاد الكوره ان هو يوفر كل اللي اطلبه مثالي خلال الفتره الجايه، مهم جدا جدا للاستعدادات والمعسكرات بتاع المنتخب. كل ما اطلبه ميكالي خلال الفتره الجايه لابد ان يتحقق لهذا الرجل، عشان نقدر نخوض عدد كبير من المباريات الوديه تقدر تجهزنا للاولمبياد اللي جايه ان شاء الله. دي نقطه في منتهى الاهميه. طب تعالى نروح مع حضرتك بقى لمنتخب الشباب، وعايزين نعرف رؤيتك لاستعدادات المنتخب ان شاء الله لبطوله شمال افريقيا، وبالمناسبه ايه مدى الاستفاده فنيا من مشاركتنا في البطوله دي؟ بالتاكيد يمكن يعني كان تم اختيار الكابتن وائل رياض كمدير فني، كان طبعا مع مستر ميكالي كمدرب عام في المنتخب الاولمبي، ولكن يعني تولى مهمه منتخب 2005 منتخب الشباب. هي بطوله مهمه جدا جدا بالنسبه لمنتخب الشباب. الكابتن وائل يمكن لسه متجمع مثلا من حوالي مش اقل من حوالي اسبوع، ويمكن اتكلم عمل مؤتمر صحفي اتكلم عن اهميه هذه البطوله، قال انا لسه يعني لسه مجمع المنتخب ده، وطبعا لسه عناصر جديده، في عناصر اول مره تلعب ليه. في طبعا كان في منتخب قبل كده، كان في منتخب 2006 ضم منه عناصر منه موجوده ولعبت مع المنتخب قبل كده، منتخب الشباب. هو فرصه جيده لمنتخب الشباب. هتقابل منتخبات قويه، هتقابل الجزائر، هتقابل المغرب، هتقابل تونس، هتقابل ليبيا. هي وحتى اتكلم الكابتن وائل رياض في مؤتمر صحفي اللي عقده قبل السفر لتونس، قال انا ما يهمنيش النتائج في هذه البطوله بقدر ما يهمني ان انا اكتشف عدد كبير من العناصر الجيده للمنتخب الشباب. اكيد بطوله مهمه، هي بطوله وديه، ولكن في نفس الوقت اعتقد كابتن وائل رياض عنده الخبرات كبيره جدا، يعني كان مدرب عام مع مستر ميكالي ورحل عن منتخب الاولمبي في الفتره الحاليه وتولى مهمه المنتخب. كان موجود مع الكابتن شوقي غريب في الاولمبيات الاخيره، وعنده الخبرات الكافيه. الكابتن وائل رياض يعني تدرج في موضوع المنتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي بعدد كبير جدا، فعنده الخبرات اللي بتاكد ان هو ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله ويكرم هذا المنتخب ان يكون ده المنتخب اللي هيلعب الاولمبيات اللي بعد اولمبياد باريس. فالتجهيزات بدات بدري، وده اللي كنا بنطالب بيه، اللي احنا عشان نقدر نحقق حاجه لازم نجهز من بدري قوي، ولازم نعد من بدري قوي، ولازم نجهز منتخباتنا من بدري قوي قوي عشان تقدر تكتشف عناصر جديده، خاصه عشان تختار لاعب للمنتخب. الموضوع مش سهل يا استاذ كريم، الموضوع طبعا مش سهل يا استاذ نوال، محتاج اللاعب الشاب اللي في المرحله السنيه ده ياخد ثقه كبيره جدا وياخد خبرات كبيره جدا عشان يبقى عنده شخصيه ان هو بيلعب باسم قميص المنتخب المصري. هي المرحله الاصعب، يعني دي اصلا المرحله الاصعب بالمناسبه بشكل كبير. طيب عشان الوقت استاذ ربي برضو لازم نستغل وجود حضرتك معانا، انا عايزه اروح معاك لمعسكر بقى المنتخب الاول ان شاء الله اللي هينطلق مفروض النهارده. رؤيتك اولا لاختيارات فيتوريا، توقعاتك كمان ان شاء الله للماتشين هيبقى يوم 16 و19 اعتقد جيبوتي وسيراليون، ايه اللي شايفه ممكن يكون اصعب الى حد ما لمواجهه منتخب مصر في المباراتين اللي جايين يا فندم؟ اتفضل. تمام، خلينا نقول احنا كنا يمكن عملت معاك مداخله قبل كده وكنت زعلان من اداء المنتخب الوطني، لكن صحيح. اخر فتره الاخيره الحمد لله منتخبنا قدر يعني يقدم مستوى رائع في مباراه الجزائر الاخيره، وكنا يعني كنا اقرب لتحقيق الفوز لولا تعادل المنتخب الجزائري في اخر لحظات. قائمه المنتخب الوطني يعني اعتقد ضمه بافضل العناصر اللي موجوده دلوقتي سواء في اللعيبه المحليه او المحترفين. عندنا مباراتين في غايه الاهميه، مباراه جيبوتي
ومباراه سيراليون. هم طبعا سيراليون هنلاعبها في ليبيريا، الملعب بتاع سيراليون مش يعني الاتحاد الافريقي له ملاحظات عليه فما مش هيلعبوا هناك، فاختاروا ليبيريا وده مسافه كبيره جدا جدا، والطياره هيبقى في طياره خاصه للمنتخب الوطني هنلعب يوم 16، وبعدها هنسافر على طول لليبيريا لخوض مباراه سيراليون هناك. وخلينا نقول برضو الملعب اللي هيقام عليه مباراه سيراليون هو ملعب نجيل صناعي، فهتبقى امور بالنسبه لمنتخب مصر صعبه شويه. ولكن في النهايه الجيبوتي او سيراليون لا يعني احنا ان شاء الله في متناول اليد، يعني عندنا منتخب قوي، عندنا مجموعه من اللاعبين المحترفين من اقوى المحترفين الموجودين حاليا، سواء بقى محمد صلاح، مرموش، تريزيجيه، عدد كبير مصطفى محمد، عندنا لا مجموعه حتى المجموعه المحليه اللي موجوده محمد الشناوي بقى يعني ومحمد هاني. طب تسمح لي اقول حاجه هنا يا استاذ رامي، معلش هقول لحضرتك على حاجه. طب ما هو السكواد ده هو تقريبا بنسبه 90% نفس السكواد اللي كان موجود يعني العام الماضي او الموسم الماضي، ولم نستطع تحقيق المأمول يعني الجماهير المصريه والمشجعين المصريين. ايه اللي اختلف هذا العام او هذا الموسم علشان انا ابقى ضامن اكتر، او عندي يعني زي ما بيتقال كده امل اكبر ان ممكن المنتخب يصل لمستوى اعلى او لنتيجه افضل؟ خلينا نقول يمكن منذ تولى روي بوتيريا المهمه مع المنتخب الوطني، الحمد لله المنتخب الوطني كل نتائجه ايجابيه ما عدا مباراه تونس باستثناء مباراه تونس. يعني خلينا نقول لو عملنا كشف حساب كده لنتائج المنتخب الوطني مع روي بوتيريا، حقق فيها نتائج ايجابيه، يمكن تعادل في مباراه وخسر في مباراه واحده، وكل المباريات المتبقيه قدر فيها روي بوتيريا انه حقق فيها النتائج، حقق فيها نتائج ايجابيه. وبالتالي لا شايف ان روي بوتوريا عنده مدرب من المدربين اللي عندهم شخصيه كبيره جدا، وده يعني كنا دايما بنشتكي من موضوع اللي احنا ادائنا مش جيد، وكنا بنشتكي ان احنا بنلعب كره بنبقى متحفظين شويه في الاداء بتاعنا او بنلعب كره دفاعيه. لا انا شايف ان في ماتشات كتيره مع روي بوتوريا بدانا نشوف فيها اداء مميز شويه، بقينا نشوف اللي احنا بنلعب مع منتخبات قويه، لعبنا مع الجزائر فلينا شخصيه، لعبنا مع منتخب بلجيكا تحت قياده روي بوتيريا قدرنا نحقق فوز، وكان المنتخب ظهر بشكل كويس جدا جدا. وده يعني احنا املنا ان احنا كمنتخب اول وكاسماء موجوده وكمدرب كبير زي روي بوتيريا واسماء محليه او سواء اللي هم من انديه الاهلي او الزمالك او الانديه المحليه، اسماء كبيره جدا بتلعب في الدوري الممتاز بتقدم بشكل كويس جدا، او اللعيبه المحترفه، منتخب مصر منتخب قوي. اعتقد هي مباراتين مش صعبه، يعني المباراه الاولى جيبوتي نقدر نحقق فيها تتلعب هنا في استاد القاهره، والمباراه الثانيه ان شاء الله نقدر وده اللي اتكلم فيه روي بوتيريا في المؤتمر الصحفي، قال انا ما عنديش برضو في الاول وفي الاخر ما عنديش مباراه سهله ومباراه صعبه، ما تعرفش طبيعي. كل المنتخبات دلوقتي في منتخبات افريقيه كثيره جدا محترفين في عدد من الدول الاوروبيه، فبالتالي هو هياخد هناخد معاه خطوه خطوه. اعتقد لو قدر المنتخب المصري يحقق الفوز هنا ويحقق الفوز على سيراليون في ليبيريا، وهم مباراتين في المتناول بالنسبه للمنتخب المصري، تاريخ المنتخب المصري مقارنه بجيبوتي او سيراليون لا احنا فرق كبير جدا جدا. ما هو احنا كل شويه بنرجع للتاريخ، هي دي النقطه، مش عايز اطول طبعا عشان دي مداخله مش حضرتك تيجي تنورنا يعني. لازم يجي ينورنا بقى في الاستوديو يعني ان شاء الله قريب. بس على كل حال طبعا هنشكرك جدا انا وكريم استاذ رامي رجب الناقد الرياضي الكبير، لكن النقطه بس فكره ان انت دايما تيجي تتكلم عن نفسك بتتكلم عن التاريخ، هي القصه كلها ان تاريخي جميل جدا والاساس بتاعي رائع جدا قدمت كتير جدا، بس برضو الماضي لازم يبقى مربوط بمستقبل وحاضر. انا دايما برجع للماضي يا كريم لما ببقى عايزه اتذكر الامور الجيده او النجاحات بتاعتي، فانا حزينه او يحزنني هذا الامر ان انت منتخب تاني، هرجع اقول منتخب مصر، منتخب مصر اللي هو كان متفوق على منتخبات عربيه كتيره جدا، ودلوقتي هي في حته تانيه لان هي قدرت ان هي تطور من نفسها. وبرضو هرجع عندي مثال بمنتخب المغرب يا كريم، اكبر مثال، لان هو منتخب ما دخلش او ما تدخلش رأس المال فيه ان هو يعني يوقفوا على رجليه ابدا، بالعكس هم الناس دي ما اعتمدتش على رأس المال زي منتخبات اخرى او دول اخرى، اعتمدت على التطوير، اعتمدت على الفكرة، اعتمدت على الاستراتيجية، على اللونج تيرم والشورت تيرم بلان، اسست من الناشئين، بعد كده بقى عندك كوادر دلوقتي رائعة جدا، ومنتخب المغرب منتخب دلوقتي يتخاف منه جدا. فهي دي القصة كلها، عندك مدير فني وطني، فالتشكيلة كده اعتقد ان انت مفروض كنت معديها بكتير، لكن دلوقتي انت ما زلت ما عندكش
لكش مدير فني وطني، شوف احنا بنتكلم من سنه كام، ده اقول لك يا ايام زمان كانت حلوه، لاسباب كتيره مش موضوعنا دلوقتي، لكن احنا للاسف الشديد تاني هرجع اقول ان احنا لما بنتكلم عن انجازات ونجاحات بنتكلم على الماضي. انا اتمنى بعد كده نتكلم على المستقبل، وهرجع اقول تاني لا نصدر الطاقه السلبيه، لكن نامل ان شاء الله مع فيتوريا يبقى حتى الخطوات الاولى نحو تاني عوده الرواج والنجاحات بتاعه منتخب مصر، ان احنا نستحق ومصر تستحق ده، انا ده اللي بشوفه بصراحه. شوف احنا كنا بنقول ايه من خمس دقايق، قولي 10 دقايق فاتوا لما كنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي، وقلنا ان تفصيله مهمه جدا ان القائمين على المنتخب الاولمبي طالبوا بان يكون مبارياتهم الوديه مع منتخبات قويه من اوروبا او من امريكا اللاتينيه. طب هو الكلام ده ما بيحصلش ليه مع المنتخب الاول؟ يعني انا واللي انا بصدد ان انا اقوله ده ما اقصدش بيه اي اساءه باي حال من الاحوال لا لجيبوتي ولا لسيراليون، لكن كنا بنتكلم استاذ رامي كان لسه بيفند حتى من ضمن اوجه القوه اللي عندنا في المنتخب بتاعنا لاعبتنا المحترفين اللاعيبه الدوليين، وقلنا محمد صلاح وقلنا مرموش وقلنا يعني عندنا ما يكفي ان احنا ما نبقاش بنقول الجمله دي بالاداء ده اللي هو جمله ان شاء الله نقدر نعمل حاجه مع جيبوتي. فاهم قصدي؟ انا مش عارف استوعبها. أيوة يعني صح، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز على سيراليون تاني مع كل الحب والتقدير والاحترام أكيد. انا مش بقلل من اي حد، بس انا عارف قدر ووضع منتخبنا على الاقل على قديمه. فيعني ليه كمان ما يكونش الماتشات الوديه بتاعت المنتخب الاول على غرار المنتخب الاولمبي تلعب فيها منتخبات قويه؟ ايه الفكره؟ انا ما بفهمها. اكيد في ناس عندهم اجابات على اسئله انا قد اكون اجهل بعض الامور، لكن على اللي انا شايفه ده ففي علامات استفهام الحقيقه. على كل الاحوال تعالوا نروح لملف تاني. تعال نعرف حضراتكم انه يعني تقرر اجراء قرعه كاس الامم الافريقيه لكره اليد يوم 15 نوفمبر الحالي ان شاء الله. الجدير بذكر ان البطوله دي هتقام في مصر خلال الفتره من 19 ل 29 يناير 2024 بمشاركه 16 منتخب. ال 16 منتخب دول هيتقسموا لاربع مجموعات، كل مجموعه هتضم اربع منتخبات. تلعب مباريات الدور الاول بنظام دوري من دور واحد، يتاهل الاول والثاني من كل مجموعه الى دور الثمانيه. وابتداء من الدور ربع النهائي هتقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى بلوغ المباراة النهائية، وطبعا يتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الإفريقية مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وطبعا منتخبنا هو حامل اللقب في آخر نسختين، تونس 2020 ومصر 2022، وبإذن الله بإذن الله نقدر نحصد لقب هذه البطولة كمان عشان يعني تنضم للبطولات اللي احنا فزنا بيها في الفترة الأخيرة. يا مسهل الحال، منتخب اليد عندنا من المنتخبات القوية اللي فعلا في كمان تطوير ملحوظ جدا في الأداء والفنيات بتاعتهم، وفي الأسماء اللي موجودة كمان في هذا المنتخب، والأعمار كمان في المنتخب متفاوتة، يعني عندك جمع ما بين الأعمار الصغيرة والخبرات الموجودة كمان، فده ميكس بيبقى كويس جدا كمان على المستوى الفني والبدني، فبالتوفيق ليهم. وحلو جدا ان هي كمان معموله او مقامه في مصر، بتهيألي ده بيديك كريدت اكبر ان انت فرصتك كمان تكون يعني افضل لو فعلا قدرت فنيا ان انت تحقق ده على الارض الملعب. من الملفات المحترمه جدا كمان، وخليني اقول لحضراتكم ان مصر بتستضيف حاليا برضو البطوله الاولى ليه، هنا بنتكلم منطقه عفوا انا اسفه البطوله دي لمنطقه كاس العالم هنا للطائره وبنتكلم عن ابطالنا البارالمبيين. و الفكرة هنا تاني ان انت بتشوف كيوم عن يوم رياضة مختلفة برضو ابطالك البارالمبيين فيها بيحققوا نجاحات كبيرة جدا. امبارح كان كمان في اختتام بطولة مصر الدولية للسباحة، والبطولتين بيقاموا مفروض في المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة. الختام كان بالامس منتخب مصر للسباحة البارالمبية اللي حقق بقى هنا، وده الخبر الحلو او الشق الحلو، حقق نتائج مشرفة جدا بحصد 6 ميداليات، منهم كانوا 3 ميداليات للبطلة واسمها محمد، ده بوقع كمان هنا يعني 100 متر فراشة، وبرونزية 400 متر حرة، وبرونزية 100 متر ظهر، يعني برضو لا حاجة تفرح يا كريم. ان هنرجع نقول تاني أبطالنا دول فعلا بيفرحونا بشكل كبير جدا، لان تاني اقل الامكانيات بيقدروا من خلالها يحققوا نجاحات كبيره جدا وضخمه، فبالتوفيق ليهم. كان امبارح معانا بطل برضو من ابطالنا طبعا، ابطال مصر اللي كان منورنا هنا في 10 الصبح في الاهلي، وتسمع برضو القصص المختلفه والتحديات وقصه النجاح، شيء اعتقد يعني رائع جدا، بالتوفيق ليهم في اللي جاي. احنا المفروض نتعلم ونتعظ من ابطالنا البارالمبيين الحقيقه. يعني هو انت بتقول لحضراتكم يعني برغم قله الامكانيات، انا ابتسمت وقلت ان في بعض الاحيان حتى انعدام الامكانيات، والناس دي عاملين شغل زي الفل ومفرجين العالم كله على قدرات المصريين الاستثنائيه. احنا بنتكلم على ابطال بالمعنى الحرفي للكلمه، فربنا يبارك لهم يا رب ويوفقهم في كل اللي جاي.
طيب ده بالنسبة لدرجات الحرارة النهاردة في محافظات مصر المختلفة. حضراتكم عارفين ان احنا دايما مش بنكتفي بهذا الامر وبنحب دايما نعرف المزيد من التفاصيل حول الطقس المتوقع في الايام القليلة القادمة، وده اللي هنعمله حالا. ومنورانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين. صباح الهنا بحضرتك. صباح الفل. يعني احنا انا وكريم كنا لسه بنتكلم، مش عارفين المعلومات دي صح ولا غلط، بس قرينا ان المفروض هيكون في انخفاض وهيكون في امطار تحديدا النهارده على انحاء مختلفه من الجمهوريه، هل الكلام ده مظبوط دكتور منار ولا لا؟ يعني نتاكد من حضرتك برضو. هو بالفعل احنا شاهدنا بالامس واول امس امطار في معظم محافظات الجمهوريه. صحيح. القاهره الكبرى كان عليها امطار وكانت امطار متفاوته الشده، اغلب محافظات الجمهوريه السبت والحد كان عليهم امطار وكانت امطار في بعض المناطق كمان امطار رعديه. متوقع اليوم ان كميات الامطار تكون اقل من امس، في استمراريه لسقوط الامطار وخاصه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، امطارهم ما بين خفيفه ممكن تكون متوسطه في بعض الاماكن ورعديه، وفي فرص ضعيفه الامطار خفيفه على مناطق متفرقه من الوجه البحري او القاهره الكبرى، لكن اللي بناكد عليه ان كميات الامطار اليوم اقل من اللي احنا شاهدناها بالامس في معظم محافظات الجمهوريه. ايضا الامطار ممكن تبقى موجوده في بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم، ممكن تبقى موجوده كمان في بعض الاماكن من جنوب سيناء. مع غدا ان شاء الله كميات الامطار ترجع تزيد، لان المنخفض الجوي الموجود معانا في طبقات الجو العليا هيأثر بشكل كبير ويتعمق بشكل كبير، فغدا تتوقع ان يكون في زياده في كميات الامطار على المناطق الساحليه تتحول لامطار متوسطه ورعديه، امطار خفيفه متوسطه على المناطق الداخليه، وممكن برضه في فرص في القاهره الكبرى ومحافظات شمال الصعيد مع كمان انخفاض في قيم درجات الحراره. احنا بدانا نحس بالبروده، بدانا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره، غدا متوقع عظمى على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده يعتبر كمان اقل من المعدل الطبيعي. عوده ثاني نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهوريه اللي هيساعد بشكل كبير على احساسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، ده هيكون معانا غدا الثلاثاء ان شاء الله. ويوم الاربعاء مكمل فرص الامطار لكن كميات هتبقى موجوده اكثر على المناطق الساحليه، ومع يوم الخميس تصير كميات الامطار ثاني تقل، فخلاص تدريجيا كده هنبدا نحس بالاجواء الاشبه بالاجواء الشتويه في معظم الايام اللي جايه، لان احنا خلاص بدانا النص الثاني من فصل الخريف، النص الثاني من فصل الخريف عاده ما بياخد بعض كميات فصل الشتاء اللي بيكون في معظم الايام فيها فرص الامطار باختلاف الاماكن وكميات الامطار ويبقى فيها انخفاض في قيم درجات الحراره. الشبوره المائيه كمان ما زالت ظاهره جويه بتاثر معانا بشكل كبير فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هي بس لازم ناخد احتياطاتنا بشكل كبير خلال الفتره اللي جايه، واهمها نوعيه الملابس، لازم بقدر الامكان نبدا نتخلى على الملابس الصيفيه وتكون ملابس خريفيه، وخاصه لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر لان هنحس بالبروده، صغرى فتره الليل هتنخفض وتوصل ل 18 و19 درجه مئويه على القاهره الكبرى، المدن الجديده الاماكن المفتوحه هنحس كمان بالبروده اكثر خلال فترات الليل وخلال فترات الصباح الباكر، بالاضافه كمان طبعا فتره النهار فيها انخفاض لكن الاجواء دافيه فتره النهار، هي فترات الليل اللي هناكد عليها بقدر الامكان لازم تكون الملابس خريفيه، مع سقوط الامطار لازم تكون القياده بهدوء تام على الطرق اثناء سقوط الامطار، نبتعد عن اعمده الاناره او شبكه الكهرباء الواح العدديه المختلفه. يعني مشكلة دي بس اعتقد اتحل الدكتور منار، كان في فترة فعلا اعمدة الانارة كان اسلاك يعني للاسف باينة وطلع اماكن غلط وكده، وفعلا كان في قبل كده حوادث، لكن اعتقد دلوقتي الموضوع ده البلديات والمحافظات المختلفة يعني حلت المشكلة حسب معلوماتي. يعني هو طبعا خلينا نقول ان احنا مع الحالات الجويه المختلفه بيكون في تنسيق بيننا وبين غرف الازمات في كل محافظه، وطبعا التنميه المحليه والجهات المعنيه كلها في الدوله، وقبل اي حاله جويه هم بياخدوا استعداداتهم بشكل كبير، بس ده ما يمنعش برضه ان احنا لازم ناخد احتياطاتنا كمواطنين ان احنا بلاش تحت الامطار بشكل كبير، حتى ده هيسهل عمليه سحب الامطار من الشوارع، القياده تكون بهدوء تام لان الطريق كمان ممكن العجلات تؤدي لانزلاق العجلات على الطريق. احيانا بيكون مع السحب الرعديه نشاط رياح عالي او قوي، نشاط الرياح ده ممكن يؤدي لتساقط بعض الاشياء من ضمنها اعمده الاناره او الاشجار، فعشان كده احنا بنقول ناخد بالنا بقدر الامكان. انا مره شفت شجره في اسكندريه بتقع على عربيه، يعني شفتها وهي بتحصل فعلا، ده كان الشتاء اللي فات لا اللي قبليه،
فلا في للاسف بعض الحوادث فعلا بتحصل يعني في غنى عنها بشكل كبير جدا لو خدنا بالنا كمان. اشكرك جدا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. ويعني انا بسمع 19 و15 ده اعتقد ان ده برده ما زال صيف ولا انا غلطانه؟ لا مش للدرجه دي، احنا كنا في الاربعينات من شويه يا ست الناس، حرام عليك ما تبقيش مفتريه، كنا معديين الاربعينات مستريح فتره الصيف. 19 فضل وعدل من عند ربنا، احنا كنا لاقيين على فكره التفصيله اللي اتكلمت فيها دكتوره منار ونهاوند التفصيله في منتهى الاهميه، موضوع اعمده الاناره الى جانب ان المحافظات والمجالس المحليه لازم تشوف شغلها في هذا الاطار، لكن كمان لازم يكون احنا كمان عندنا وعي وناكد على اولادنا دايما ان في الاجواء الممطره ما نعديش حتى من قدام اي عمود من اعمده الاضاءه. على فكره خدتي بالك من الشوط العبقري اللي نزل بيه دكروري وقت ما كانت دكتوره منار هي بس قالت سحب فجاء نازل على طول بالسحب من مخرج عالمي. الله طبعا. عموما خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفه، خلينا نروح لسالة حامد مراسلتنا العزيزه جدا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة بونجور، صباح الهنا عليكي. محتاجين طبعا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والفرقه، وتدينا برضو فكره عن الاجواء في النادي دلوقتي ويعني الاعضاء والجو وغيره. اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، طبعا برحب بيك واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهوان حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس طبعا خليني قبل ما اروح اتكلم عن كل الاخبار طبعا المتعلقه بجميع الفرق، يعني برضو اقول لكم الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن طبعا الاجواء الى حد ما يعني هاديه شويه، يمكن لسه بدا يعني اعضاء النادي الاهلي توافد على مقر النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم، يمكن لسه الاعضاء يعني مش متواجده بشكل كبير، يمكن يعني شويه كمان ساعتين مثلا او مع اقتراب الـ يعني الـ الـ الوقت على مثلا الظهر او الساعه 1 الظهر بيبقى متواجد اكبر عدد من اعضاء النادي الاهلي. يمكن دايما بيكون متواجد في الفتره الصباحيه بيكون عدد يعني بسيط كمان من كبار السن بيكون متواجد طبعا عشان يعني اللي حابب ان هو يمارس اكيد يعني بعض الرياضه سواء في ملعب مختار التتش، يعني ان هو يجري في التراك الخاص بملعب مختار التتش، او يعني ان هو يعمل بعض التدريبات في صالات الجيم، وكمان اللي بيكون متواجد عشان يعمل علاج طبيعي. فطبعا اللي يكون متواجد اكتر هم كبار السن، وطبعا بعد كده بيكون متواجد اكيد يعني الاسر والاطفال والكل بيكون متواجد بعد كده بعد العصر عشان طبعا بيكون في التدريبات اللي بتكون بعد المدارس والجامعات. ده بالنسبه للاجواء داخل لمقر النادي الاهلي. خليني بقى اروح لاخبار جميع الفرق وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر. يمكن زي ما احنا عارفين طبعا الفريق حاليا في توقف دولي وراحه سلبيه لمده 5 ايام، طبعا توقف دولي بسبب اكيد منتخبنا الوطني ضم العديد من العناصر الاساسيه والمهمه من النادي الاهلي، وضم يمكن 7 لاعبين طبعا: محمد الشناوي، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطيه، وامام عاشور، وكمان حسين الشحات. يمكن ضم 7 لاعبين من النادي الاهلي، وده طبعا استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون طبعا في تصفيات كاس العالم لكره القدم. كمان يعني منتخب الاولمبي ضم العديد من اللاعبين الشباب من النادي الاهلي زي كريم الدبيس وحمزه علاء واحمد نبيل كوكا، وده برده طبعا يعني زي معسكر اعداد لجميع اللاعبين، ويمكن ضم العديد من اللاعبين يمكن اكثر من 30 لاعب في القائمه، وده بس مجرد معسكر اعداد لجميع لاعبين طبعا في منتخب الاولمبي. ده بالنسبه لي فريق الاول لكره القدم. خليني اتجه لجميع طبعا الالعاب الاخرى، وخليني ابارك لك يا نهاوند وطبعا ابارك لك يا كريم ولكل جماهير النادي الاهلي بعد فوز طبعا رجال كره اليد تحت قياده الكابتن او مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، بعد ما النادي الاهلي حصل على المركز الخامس في سوبر كلوب او بطوله كاس العالم لكاس العالم الانديه لكره اليد طبعا كانت مقامه في دمام السعوديه، وقدر النادي الاهلي امبارح ان هو يفوز على نادي الخليج السعودي بنتيجه 35-34. يمكن طبعا المباراه انتهت بالتعادل 30-30 ما بين النادي الاهلي ونادي الخليج السعودي، بعد ما قدر النادي الاهلي ان هو يتعادل اكيد زي ما شفنا امبارح في الثواني الاخيره من عمر المباراه، ولكن بعد كده يعني المباراه طبعا يعني لجأت لركلات الترجيح طبعا عشان نحدد مين اللي هيحصل على المركز الخامس والسادس في بطوله السوبر جلوب. كمان سيدات كرة اليد، وطبعا بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 24-22 يوم السبت الماضي، ويمكن طبعا المباراة اللي أقيمت في صالة النادي الزمالك في 100 عقبة، قدر سيدات كرة اليد إن هم أكيد يفوزوا بنتيجة 24-22 بعد مباراة صعبة وأداء قوي ما بين الفرقتين.
يمكن قرر الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني لسيدات كره اليد ان هو يدي يوم راحه سلبيه لمده 48 ساعه، وبكره ان شاء الله سيدات كره اليد هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان عندهم اول مباراه ان شاء الله في الدور الثاني من بطوله الدوري العمومي لكره اليد، هتكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله يا هواندو كريم امام نادي بنك الاهلي، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله 100 عقبه في نادي الزمالك، وبعد كده هيكون في توقف دولي لمده شهر بسبب انه طبعا المنتخب الاول أول لكرة اليد سيدات هيضم العديد من اللاعبات، وأيضا منتخب 2004 هيضم العديد من اللاعبات، فده هيخلي هيكون في توقف دولي لمدة شهر، وبعد كده إن شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعية. وكمان استكمالا لجميع أخبارنا النهاردة، يمكن بكرة إن شاء الله بالنسبة لرجال وسيدات كرة اليد هيكون في مباراتين إن شاء الله بالنسبة لسيدات كرة السلة، عفوا هيكون في مباراة الأهلي وسبورتنج، وأول مباراة إن شاء الله في الدور النهائي من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة، المباراة أو الدور ده هيقام على يومين، يوم الثلاث ويوم الخميس. وبالنسبة لرجال كرة السلة تحت قيادة الكابتن أو المدير الفني مستر أوجستي بوش عندهم برضو مباريتين يوم الثلاث ويوم الجمعة، ودي هتكون مباريات السيمي فاينل أو الدور النصف النهائي من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة، ويمكن إن شاء الله هيكون أمام نادي الزمالك، وأول مباراة تقام في 100 عقبة، وتاني مباراة تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى. ولكن بالنسبة لسيدات كرة السلة المباريتين هيقاموا على صالة الدكتور حسن مصطفى الساعة 8 بالليل، وبالنسبة لرجال كرة السلة هتكون الساعة 6 بالليل إن شاء الله، وكمان فريق المرتبط هيكون الساعة 4. كمان سيدات الكرة الطايره النهارده ان شاء الله يا هواندو كريم عندهم مباراه مع نادي دلفي، ودي هتكون الجوله الرابعه من بطوله الدوري العمومي او الدوري العام لكره الطايره السيدات، ان شاء الله النهارده المباراه تقام في الساعه 4 عصرا امام نادي دلفي، وهتقام على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي كانت سريعا يا هواندو كريم، كانت كل اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا هواندو، اكيد معاك يا كريم لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا هواندو، تفضل. يعني انت تغطيتك عادة رائعة جدا منك يا سلا، بشكرك جدا انا وكريم واكيد كل السادة المتابعين، شكرا لك. وده يخلينا نطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع عشان نستقبل اول ضيوفنا في اولى فقراتنا الحوارية. خليكم معانا، بنجدد التحية والترحيب بكل حضراتكم، انتوا طبعا بتابعينا باستمرار فبالتالي عارفين اكيد ان احنا زي ما بنهتم دايما بان احنا نتكلم عن كرة القدم، دايما كمان بنتكلم عن الالعاب الاخرى، البطولات اللي شاركنا فيها وخصوصا في الفترة الأخيرة وحققنا فيها إنجازات زي القوس والسهم والسلاح والسباحة البارالمبي وكرة الطائرة البارالمبية. يعني تعالوا نتكلم عن آخر الإنجازات في الألعاب الأخرى بشكل عام مع الأستاذة دعاء بدر نائب رئيس تحرير الأهرام إبدو ورئيس تحرير موقع تتويج نيوز. صباح الفل على حضرتك وأهلا بك. صباح الفل على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الهنا. صباح الخير عليك. وأنا هبدأ بصراحة لو تسمحي لي بالملف البارالمبي على طول، لأن أبطالنا يعني البارالمبيين بصراحة مع أقل الإمكانيات، هرجع أقول تاني وهكرر الكلام ده، لكن بيحققوا إنجازات كبيرة جدا. كان عندنا البطولة طبعا بطولة مصر الدولية للسباحة اللي كانت مقامة مؤخرا، وبرضه حققنا فيها إلى حد ما يعني خلينا نقول مستوى جيد جدا. خليني اروح معاكي يا استاذه دعاء لهذا الملف، ويعني خليني اقول كده نطمن منك على ابطالنا البارالمبيين حتى هذه اللحظه ان شاء الله لمشاركتهم بقى ل يعني باريس 2024. احنا الحقيقه عندنا حراك بارالمبي عالي جدا الفتره دي حقيقه. دي حقيقه. ولازم نشكر فيه اللجنه البارالمبيه المصريه الحقيقه برئاسه دكتور حسام الدين مصطفى. في مجهود كبير بيتعمل، كميه بطولات مصر بتنظمها كبيره جدا جدا، يعني احنا هنلاقي واحنا بنتكلم دلوقتي امبارح خلصانه بطوله السباحه بطوله مصر الدوليه للسباحه، هي تبع سلسله من سلسله سيريز زي كاس عالم كده، فمن البطولات الدوليه المهمه جدا. عندنا برضو في نفس التوقيت البطولة بتاعت كرة الطايرة لسه قبلها على طول من كام يوم خلصان بطولة رفع الأثقال البارالمبية، فده حاجة حراك الحقيقة، يعني فعلا فعلا لازم مجهود كبير يشكروا عليه. البطولات، تنظيم البطولات في مصر ده حاجة مهمة جدا 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 للرياضات البارالمبية، لازم نبقى عارفين ده كده كويس قوي، لان احنا عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين البارالمبيين ما عندهمش القدره ان هم يسافروا طبعا ويلعبوا بره. طبعا صعوبه السفر للاعب البارالمبي، اللاعب البارالمبي دي حاجه اصعب 1000 مره من اللاعب العادي، ولا حتى المعسكرات على فكره.
ولا معسكرات طبعا. ولا حاجه. فكره السفر بره بالنسبه طبعا. لهم صعبه جدا، لان لازم معاهم مرافق لكل ده. بالظبط، هي ليهم تفاصيل كتير قوي في تحركاتهم، صعبه جدا مرافق ودايما بيبقى لازم بيبقى في حد من اهلهم الحقيقه دايما موجود، وكل لاعب تكلفه كمان اضافيه، تكلفه رهيبه طبعا. كل لاعب لازم يبقى ليه حد مسؤول عنه، فدي حاجه تكلفه غير طبيعيه. فدايما البعثات لما بيبقوا مسافرين في اي بعثه سواء معسكر او بطوله بيضطروا يسافروا بايه؟ باقل عدد طبعا، لان من ناحيه تكلفه ومن ناحيه مسؤوليه كمان، لان هي في الاخر مسؤوليه كبيره. اكيد اكيد. فطبعا تنظيم بطولات داخل مصر ده فتح فرصة كبيرة جدا 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 للمشاركة بشكل أوسع. بدأنا نسمع أسماء جديدة، بدأنا نشوف لعيبة جديدة بتظهر. الحقيقة إحنا يمكن ما كناش، كنا دايما في البارالمبي بنقول الألعاب اللي إحنا مميزين فيها بس هي رفع الأثقال. لا، دلوقتي إحنا شايفين السباحة ما شاء الله البطولة خلصانة، إحنا جايبين 6 ميداليات منهم ذهبية للجميلة آية أيمن، أنا بعشقها الحقيقه. اللاعبه دي من اللاعبات الجمال جدا وبشجعها قوي الحقيقه دايما. عندنا ذهبيه لآية أيمن في 400 متر حره، عندنا في لاعبه اسمها ورد شين انا شخصيا ما كنتش اعرفها قبل كده، فلاقيينها ان هي جابت 3 ميداليات في البطوله دي هي لوحدها، جايبه فضه في 100 متر فراشه، برونز في 400 متر حره، وبرونز في 100 متر ظهر. عندنا ملك عبد الشافي جابت برضو، ملك من اللاعبات اللي شاركوا قبل كده في البارالمبيات المعروفه، ملك وآية هم اللي معروفين الحقيقه. بقيه الاسماء هنلاقيهم اسماء احنا مش عارفينهم لسه، كمان منهم اسماء جديده بس قدروا في فتره صغيره يحققوا انجاز كبير، يعني صحيح فتره صحيح قصيره صحيح، لكن انجاز كبير. ده الشيء اللي فعلا يحترم. اخر ميداليه عندنا امبارح كانت احمد حشاد برونز 100 صدر. طيب في حاجه بقى ملفته للنظر في التفصيل اللي حضرتك تفضلتي بيها دي يا استاذه دعاء، يعني احنا شوف بنقول عندنا مشكله ايه، ان التكلفه وفكره ان كل يعني لاعب بارالمبي او لاعيبه بارالمبيه وهم بصدد السفر اما لمعسكر او للمشاركه في فعاليات بطوله من البطولات بتحتاج مرافق وبتحتاج حاجات كتيره، يعني الميزانيات لا تسمح بيها. على الجانب الاخر في اي دوره يعني بارالمبيه بتلاقي يعني الابطال البارالمبيين القادمين من اوروبا ومن دول كتيره ما عندهمش المشكله دي خالص، بالعكس ده هم كل العقبات اللي من الصنف ده مذلله، فبطبيعه الحال بيأدوا اداء يعني يتناسب مع فكره ان عندهم اتحادات موفره لهم كل المطلوب. احنا عندنا في ظل قله واحيانا ندره الامكانيات الا ان ابطالنا بالقدر الاقل من اي امكانيات تذكر بيكسروا الدنيا. صحيح. ايه سر الحكايه دي بقى؟ ده سر الشخصيه المصريه، ملهوش تفسير اخر. لا تقهر. لا حقيقي بجد ملهوش تفسير اخر، دي الشخصيه تكوين الشخصيه المصريه ملهوش. وده على مستوى نظام غذائي واطباء متخصصين، عندنا مثلا واحد لعيب مصري يضرب سندوتشين فول وياخد بيها بطوله، يعني غريبه الحكايه. صحيح ده حقيقي فعلا، هي ملهاش تفسير فعلا، يعني لو اتكلمنا بالعلم ما تقفوهاش. والله العظيم بيحصل، ننام بعدهم والله بيحصل. استاذه دعاء ممكن تاكد احنا بنشوف، اقول لك وفي علب كشري جابت انجازات قبل كده سابقه كتير. لا ده حقيقي فعلا، هو بيحصل فعلا، لان دي حاجه والله بجد فعلا ما لهاش تفسير لا علمي ولا رياضي ولا اي حاجه، هي فعلا حاجه في الشخصيه المصريه، عندهم ثبات وعندهم تحدي، عندهم اراده غير طبيعيه. صحيح. طبيعي ان الشخص البارالمبي بيبقى عنده الاراده بتاعته زياده شويه عن صحيح. العادي، فكمان المصري عنده اراده زياده عن العادي، فدول الاثنين مع بعض ده عملوا ميكس حلو. لا يبقى عندنا نتائج جميلة. وخلينا برضو ندي كريدت بصراحة للدولة في الشق ده تحديدا، لأن الاهتمام اللي كان مؤخرا يمكن بدأ من 2018 كمان تحديدا، فكرة الحقوق سواء بنتكلم على المستوى الدستوري أو حتى الاهتمام بالوعي المجتمعي، إعطاء حقوقهم بشكل كبير جدا، الاعتراف بإمكانياتهم بشكل أكبر، ده كله برضو إداهم فرصة أكبر للحياة. الدعم المعنوي مهم جدا، وده اللي ده يمكن دفعة كمان أكبر ليهم إن هم فعلا بأقل الإمكانيات، وإن كانت بس الدعم المعنوي هو المتوفر مش المادي بشكل كبير، قدروا ان هم يعملوا كده، ما بالك بقى لو كمان دعم مادي. بصي بالتاكيد كلامك طبعا مظبوط 100%، يعني احنا الحقيقه الدوله المصريه ما شاء الله يعني الحمد لله في الملف ده اديته اهميه كبيره جدا سياده الرئيس من كذا سنه، دي حقيقة. واحنا بنشوف اهتمام كبير جدا جدا بالملف ده معنوي ومادي على فكره. طبعا. يعني هم الوضع المادي طبعا. بتاعهم دلوقتي يمكن دلوقتي افضل تماماً بكتير مختلف تماما عن من
من كام سنة فاتوا، من 10 سنين مثلا فاتوا. صحيح. لو قارنا من 10 سنين وقارنا الوضع دلوقتي، لا طبعا مفيش وقت. على مدار 10 سنين دول مش المفروض في كيانات معنية بأبطالنا البارالمبيين؟ أكيد. يعني لازم يبقى في توجيه صريح من القيادة السياسية، يعني لازم نشوف سيادة الرئيس الجمهورية شخصيا، يعني يسايب الملفات المتعلقة بالدولة وبيتكلم بمنتهى الحب في هذا الامر، فبالتالي ينتج عن ده تغيير في الاستراتيجيه. وده برضو حاجه تبع الشخصيه المصريه. والشخصيه المصريه زي ما فيها ايجابيات فيها سلبيات. انا اتفق معاك، لازم يكون في قرار فعلا. بس اللي كنا بنتكلم كمان فيه امبارح وكنت بتمنى ان ده قلنا انا وكريم كتير، فكره الشركات ورجال الاعمال الوطنيين دول برضو لازم يكون ليهم دور كبير جدا، حتى لو هنقول مش على طول بس في فتره الاولمبيات والبارالمبيكس، يا ريت ان هم يقدروا يساعدوا ويدعموا اكتر، مش بعد ما الابطال يرجعوا وقبل ما يروحوا، لان هي دي النقطه المهمه. طبعا هيفرق بشكل كبير. السبونسر شيب بدا يدخل بشكل كبير في الرياضه بقاله كذا سنه، يعني لسه مش بالقدر الكافي بالزبط. يعني لسه الكوره هي اللي واخده، طبعا الكوره طبعا يعني العشق بتاع المصريين والعالم كله مش بس مصر طبعا. لكن احنا لسه عندنا نقص في الوعي عند الشركات الخاصه وعند اصحاب القرار في الشركات الخاصه، بان هم لو حطوا الفلوس في المكان ده هيستفيدوا. يعني هي دي يمكن المشكله عندهم. هم عارفين ان هم لما بيحطوا الفلوس في الكوره بيستفيدوا. يبقى هنا لازم نزود الوعي المجتمعي بالرياضات الاخرى غير كره القدم كده. عشان يبقى حتى مطمن ان البانر اللي عليه اسمه هيتشاف. بالظبط. احنا يعني على سبيل المثال مثلا لو شركه عملت اعلان بمحمد صلاح الدنيا الاعلان هيكسر الدنيا. طب. لكن الشركه مش هتفكر تعمل اعلان بحد من اللعيبه اللي في الالعاب الاخرى ايا كان هو مين. بس هو بعد الاولمبيات اللي فاتت ده حصل فعلا، والناس حبت جدا الموضوع ده بالمناسبه. صحيح. بس هتلاقي ايه؟ كان هو مرحله واحده، بنك بنك وطني واحد. حاله واحده وكان بتوجه، يعني ما كانش باختيار البنك، يعني البنك ما اختارش يعمل كده عشان شايف ان ده ليه مصلحه شخصيه ليه، يعني هو هو هيستفيد. يمكن هم حسوا لا ده توجه دوله، ما هو بنك وطني في الاخر. فهو ده توجه دوله، هو جاله اوردر انه لازم يعمل كده. طب هو مش المفروض ان في دور وطني تقوم بيه الكيانات الوطنيه والمؤسسات الوطنيه؟ صحيح. ده نفعله ازاي؟ بصي اراده سياسيه، انا مش هتيجي غير من فوق من عند الرئيس برضه كالعاده. صحيح. صحيح. طيب احنا كده هنرجع نكمل كلامنا عن ابطالنا البارالمبيين، بس تعالي نقف شويه عند اخر مشاركه للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد، واللي حققنا فيها المركز الخامس. عايزين نعرف رؤيتك لمشوار النادي الاهلي في النسخه دي من البطوله، وحجم المنافسه فيها كان واصل لدرجه ايه، وهل نزعل ولا ما نزعلش قوي بالمركز الخامس في بطوله زي دي؟ لا طبعا ما نزعلش قوي لما نشوف الاداء، خصوصا في اخر مباراه الاداء كان حلو قوي. الماتش ما كانش سهل على فكره، يعني ما نبصش دايما للاسم احنا هنلاعب مين فنلاقي انها دوله مثلا مش اوروبيه يبقى لازم نكسب. المباريات كره اليد بتتطور بشكل كبير جدا في كل الدول، والمنافسة عليت جدا. احنا شفنا لاعبتنا كان مستواهم كويس، شفنا نجوم ظهرت لأول مرة، شفنا المحترف الحقيقة كمان ظهر بشكل كويس جدا وأثبت وجوده. خلينا نقف عند حاجة ممكن كمان نبروزها، إن النادي الأهلي عمل ريكورد في البطولة دي، إن هو عمل هو النادي الوحيد في أفريقيا اللي عمل 10 انتصارات في بطولة العالم. هو كسر رقم بتاع نادي الزمالك ونادي الترجي التونسي، كانوا عاملين 9 انتصارات كل واحد فيهم. أوكي. فنادي الاهلي فده ريكورد لازم نقف عنده ونبرزه برضه، يعني لازم طبعا. نبرز طبعا. الحاجات الكويسه برضه. مركز خامس هو نفس نتيجه السنه اللي فاتت. ما تحسناش كتير، ما قدرناش نحقق حاجه احسن، لكن ما رجعناش لورا. فاحنا واقفين مكاننا. الفريق كويس، الموسم لسه طويل، في بطوله كبيره جدا مش بطوله صغيره. يعني بالظبط بالظبط. يعني معلش مع كامل احترامي لاي حد ممكن ينقد النتيجه، هو النتيجه دي لو اتعملت في كره القدم هنعمل ايه؟ والله هنفرح. ده احنا هيبقى في استقبال رسمي ليهم في المطار. اتفق معاكي جدا. بصي احنا هنتكلم استاذه دعاء على كل المنتخبات المختلفه، راح نروح ونرجع يعني. بس انا عايزه اقف شويه عند منتخب القوس والسهم. كان معانا امبارح استاذه ريهام على التليفون واتكلمت معاها في تفاصيل شويه خاصه بالمنتخب ده، وقلنا ان هم محققين يعني امبارح حققوا الذهبيه
او اول امبارح، فاعتقد برضو ده امر جيد جدا. حجزنا مقعدين بشكل رسمي دلوقتي في اولمبياد باريس، فعندنا امال برضو كبيره على هذا المنتخب. برضو خلينا نعرف منتخب القصوى السهم، خلينا نقول برضو نتيجته بالتفصيل. هو اكتسح بطوله افريقيا بسبع ميداليات، أربعة ذهب، واحدة فضة، اتنين برونز، وده من خمس مسابقات. يعني هي البطولة كلها خمس مسابقات، احنا خدنا فيهم سبع ميداليات، دي حاجة طبعًا مفيش منافسة يعني تقريبًا. احنا خدنا ذهبية الفردي رجال والفردي سيدات، ودول اللي اتأهلوا للأولمبياد، وفي الفردي أخدنا كمان فضة في البنات وبرونز في الولاد، وخدنا ذهبية الزوجي المختلط، وخدنا ذهبية لا سوري الزوجي المختلط برونز، خدنا ذهبية الفرق رجال والفرق سيدات. احنا الفرق دي بالظبط كده، فانت ما تاخد ذهبية الفرق رجال وفرق سيدات وفردي رجال وفردي سيدات، دول الاربع منافسات المهمة دي جدا في البطولة، فانت كده انت مسيطر تماما، ما فيش نقاش يعني. لكن لما نيجي نتكلم على مستوى بقى عالمي او اولمبي، الوضع مختلف تماما طبعا. يعني احنا في افريقيا طبعا احنا مسيطرين، لكن بره افريقيا للاسف لسه احنا بعيد قوي. ما ليه بقى؟ انا ما ببقاش فاهمه يعني. انا يعني هي اللعبه دي مختلفه شويه، ليها تكنيكس مختلف شويه، هي شبه شويه لعبه، يعني شبه لعبه الرمايه، عشان نقرب للناس الفكره كده، ان هي انت بتنشني على حاجه محتاجة إمكانيات عقلية وبدنية مختلفة شوية عن أي لعبة تانية. هي مش إحنا مش داخلين مثلا اتنين بيلعبوا بعض ومين اللي هيكسب. طب إمكانياتنا العقلية أخبارها إيه يعني؟ هي محتاجة ثبات انفعالي عالي جدا، ومحتاجة شغل بتاع الأطباء النفسيين والكلام ده زي الرماية بالظبط. إحنا اللعبة دي كانت عايزاني ثبات انفعالي في المنتخب، صح. كل المواصفات سبحان الله، الهدوء، كل المواصفات الذهني يبقى عندي ما احكيلكيش. لا بس يا حبيبي ده ستر من عند ربنا ان ما خدناش بقى. والله عشان العمليه مش ناقصه. لا هي لعبه صعبه على فكره، صعبه جدا، محتاجه كمان قوه عضلات الايدين، لان هو القوس نفسه ثقيل مش خفيف. تعالي بقى نروح برضو عندنا ثلاث مشاركات في منتخب، طبعا بكلمك دلوقتي على منتخبات السلاح، بيشاركوا في ثلاث مسابقات كاس عالم في ثلاث دول مختلفه، ما بين سيدات وما بين رجال، في سويسرا وايطاليا واعتقد في تركيا كمان. صحيح. فوضعنا ايه في الثلاث بطولات دول؟ السلاح طبعا دي انا اكتر لعبه بحبها. مارستيها قبل كده ولا بتحبها؟ لعبتها شويه كده بس. أوكي. خفيف يعني. بس هي من الالعاب المميزه جدا، فيها مليانه مهارات ومليانه فنيات عاليه قوي وممتعه في الفرجه، مش كل الاسلحه الحقيقه، بس هي من الالعاب الممتعه جدا. احنا في مجموعه البطولات احنا عندنا يعني ما شاء الله اتحاد السلاح، رغم الظروف الصعبه جدا ورغم صعوبة توافر عملة أجنبية للسفر برة، ودي حاجة لازم نحط تحتها 50,000 خط، لأن الاتحادات بتعاني جدا 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 من المشكلة دي دلوقتي. أكيد. إن هم أولا إحنا عندنا مشكلة في الميزانيات مش مكفية، ثانيا عندنا مشكلة تانية في إن هم يوفروا عملة أجنبية. ما لهمش أي استثناءات؟ ليهم طبعا، بس مش مكفيه الاستثناءات. لان هم بس مبدئيا في استثناءات بالنسبه لهم، في يعني في تسهيلات وفي اهتمام اكبر بيهم. يعني احنا الطبيعي الحمد لله يعني ان وزاره الشباب والرياضه لما بتيجي تشوف الاتحادات اللي عندها فرص تحقيق ميداليات اولمبيه وعندها فرص تحقيق ميداليات عالميه اكتر، بتديها ادفانتج، يعني بتديها حاجات اكتر شويه، منهم السلاح، منهم الخماسي، منهم يعني كذا لعبه الحقيقه. اوكي. السلاح احنا عندنا ثلاث اسلحه، سيف مبارزه وشيش وسيف. احنا يعني ورجال وسيدات، كل فريق رجال وسيدات، هم عندهم مشوار يعني صعب وطويل عشان التأهل للأولمبياد، عشان خاطر يتأهلوا للأولمبياد. التأهل في السلاح ما هواش بطولة هيروحوا يلعبوها اللي هيكسب يروح، لا، التأهل في السلاح من طريق الرانك فقط لا غير. فالبطولات دي مش اوبشن بالنسبة لهم، يعني هم مش رايحين عشان يعملوا برنامج إعداد أو يروحوا أو ما يروحوش، لا، هم رايحين لازم يروحوا، لأن هم لو ما راحوش التصنيف بتاعهم هيقل، لو التصنيف بتاعهم قل مش هيتأهلوا للأولمبياد.
احنا الحمد لله فرق الرجال الثلاث فرق رجال جوه المنطقه. ده شكله مش مصري خالص. مين اللاعب اللي على الشمال؟ لا 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 مصري شويه. ما هو هتعرفي اساميهم؟ لا مش بلاش نفتي عشان ما نقولش، بس ده طلبه. اتعرفت على طول. بس هما دول صغيرين، دول ناشئين، ودي حاجه مطمئنه. يعني عندك شباب زي الورد لسه صغير كده وبيشارك في بطولات كبيره بالشكل ده، طبعا بتبني يعني لقدام، يطمنك على اللي جاي. احنا عندنا حاجه في السلاح كمان، حاجه مهمه قوي، ان هو اللعيبه اللي بيلعبوا بطولات الناشئين دول اللي احنا شفناهم، في منهم بيلعبوا مع الكبار، يعني هيتاهلوا للاولمبياد مع الكبار. يعني زي طلبه ده، طلبه ده عنده 16 سنه. ما شاء الله. يعني هو راح جاب بطوله افريقيا وكسب، يعني هو كسب كذا حاجه الحقيقه الفتره اللي فاتت، كسب البحر المتوسط كمان كبار مش ناشئين. ما شاء الله هايل. فحط رجليه بثبات في المنتخب الاول، فهو ضمن، يعني هو بيلعب طبعا ناشئين بس في نفس الوقت بيشارك مع المنتخب الاول، ولو ان شاء الله يعني في التاهل هو هيكون موجود في الفريق اعتقد. يعني حلو جدا. ده بقى ده هنا ايه؟ ده المنتخب الاول؟ ده المنتخب الاول. هنا الكبار بقى الحقيقة. كنت بتقولي هيشاركوا معاهم. اوكي. احنا عندنا الكبار، احنا زي ما كنت بقول ثلاث فرق بتوع الرجال الى حد كبير هم ضامنين التاهل، احنا بس بنستنى الديدلاين، لكن لازم يفضلوا بيشاركوا في البطولات لغايه ميعاد التاهل. السيدات هم اللي يمكن الموضوع عندهم صعب شويه، ممكن يتاهلوا في الفردي اسهل شويه. احنا دايما بيبقى هدفنا ان احنا نتاهل بالفريق، بحيث ان انت اتاهلت بالفريق فانت لعيبه الفريق بتوعك كلهم الثلاث لعيبه هيلعبوا في الفردي. أيوة. فانت كده متاهل فردي وفرق. احنا يلزمنا معاكي قاعده فردي. والله لان الوقت ده مش مكفناش الحقيقه. الكلام كتير طبعا مستمر لغايه باذن الله اولمبياد باريس. محتاجين نطمن حضراتكم، نطمن طبعا عن ابطالنا، وكل اسبوع تقريبا يبقى في تاهل مختلف لابطال في رياضات مختلفه. نتمنى النتيجه هيزيد. انا اتمنى بجد من قلبي النتيجه تبقى يعني هذه النسخه مختلفه شويه في عدد حصدنا للميداليات، لان نستحق. وحسب ما احنا سمعنا كمان من رؤساء الاتحادات المختلفه ان الامل اكبر هذه النسخه، فنتمنى ذلك ان شاء الله. نورتينا يا استاذه دعاء حقيقي. شكرا ليكوا، الف الف شكر. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم. عندنا ملفات كتير عايزين نتكلم معاك فيها متعلقه بالدوريات الاوروبيه. تعال نبتدي بالدوري الانجليزي الاكثر سخونه والاكثر يعني متعه كمشاهده، يعني المتعه فعلا بالنسبه لكل الناس اللي بتتابعه. ونبتدي بمحمد صلاح ومشواره وليفربول ومشواره في النسخه دي من الدوري، شايفهم ازاي؟ طبعا الدوري الانجليزي السنه دي موسم مميز جدا، وفي اكتر من فرقه بتنافس على الدوري، فالصراع والتنافس كبير جدا بين اكتر من نادي. كمان مختلف عن السنه اللي فاتت. بالامس طبعا ليفربول كسب برينفورد 3-0. محمد صلاح طبعا النجم المصري سجل هدفين ودخل كده، سجل هدفين، سجل 200 هدف في الدوري الانجليزي، 198 بليفربول واثنين بقميص تشيلسي. محمد صلاح دلوقتي وصل 10 اهداف في الدوري الانجليزي واربعه اسيست، فعامل ارقام مميزه جدا مع فريق ليفربول سواء في الدوري او دوري ابطال اوروبا. دلوقتي محمد صلاح هو رقم واحد في فريق ليفربول، يعني بيمثل ميسي دلوقتي زي برشلونه في الفتره الماضيه. اعتقد هو الدينامو الفريق ومحور اداء بشكل كبير جدا. امبارح طبعا كان في حركيه بشكل مميز جدا، سوبوسلاي عمل اداء كبير. كمان النقطه الايجابيه في فريق ليفربول الفتره الاخيره ان بقى في تفاهم كبير جدا بين داروين نونيز ومحمد صلاح، التفاهم ده عامل شكل هجومي حلو لفريق ليفربول. وطبعا كان في لقاء برضه مميز جدا امبارح تشيلسي ومانشستر سيتي وانتهى 4-4 طبعا. هالاند تقريبا احرز هدفين. طبعا كان مباراه مميزه جدا. انت شايف الصوره دي؟ هياكل ابننا، هياكل ابننا في الصوره. هو طوله كام؟ شيء صعب جدا. طبعا هو طويل جدا ويعني قوه جسمانيه كبيره جدا. وسفاح يعني زي ما بنقول. بالنسبه طبعا للقاء السيتي وتشيلسي كان احلى مباراه حتى الان في الدوريات الاوروبيه كلها. 4-4 كانت مباراه ممتعه من الفريقين في اول 20 دقيقه. طبعا فكرك محمد صلاح ممكن يقلل الفارق بينه وبين هالاند، هو دلوقتي بقى 10 وهالاند 13. صح كده؟ وطبعا لسه المشوار طويل. مش قلت لك هالاند هيصنع تاريخ وهو لسه اصلا 22 ده طبعًا سنه؟ ده مفروغ منه، مفروغ منه. بس يعني فرصه حصول صلاح على الحذاء الذهبي
واصلة لنسبة يعني هلاند. انا اعتقد ان الامور صعبة في وجود هالاند، خاصة ان هالاند برضو يعني بيبقى على طول داخل ال 18، عنده اسكواد بيساعده، محمد صلاح هو اللي بيساعد نفسه، ما فيش برضو لعيبة بتساعد محمد صلاح بشكل كبير جدا، عكس طبعا ان هلاند. فريق السيتي طبعا في وسط الملعب عنده برناردو سيلفا وفودن والفيريز بيقدروا يلعبوه بشكل جيد، وكيفن دي بروين لما يرجع. بالنسبة طبعا للقاء ليفر لقاء السيتي وتشيلسي 4-4، كانت مباراة ممتعة من الفريقين في أول 20 دقيقة، إن تشيلسي بالنسبة لي فاجئنا، أنا نزل بضغط عالي وحرم السيتي من بناء اللعب، اللعب اللي بيحبه السيتي، فالسيتي أجبر على لعب الكرة الطويلة، فتشيلسي كان بادئ المباراة بشكل جيد جدا. كمان أخطر عنصر في فريق السيتي كان دوكو، أعتقد اللاعب جيمس الباك رايت لفريق تشيلسي قدم أداء جيد عليه واحتوم خاطر دوكو بشكل كبير جدا. طبعا الشوط الأول خلص 2-2، كان في أهداف بكل الطرق شفنا، من تسديدات، من ضربات رأس، من هجمات مرتدة، فكان في اداء مميز من الفرقتين، وكان في رغبه واضحه، ما كانش في التحفظ الكبير من الفرقتين. حتى الشوط الثاني استمر لنفس الريتم ونفس الاداء، سرعه في الاداء بشكل كبير جدا، لكن كان نقطه التحول من وجهه نظري التبديلات المدرب بتاع تشيلسي بوتشيتينيو، خاصه لما نزل اللاعب مودريك وخرج اللاعب انزو فرنانديز، فحول الطريقه من ال 4-3-3 ل 4-2-3-1، وبالتالي بقى فيه طريقه هجوميه وشكل هجومي اكتر، ودى رحيم ستيرلينج ناحيه اليمين، بقى فيه تفاعل ناحيه اليمين وفي نشاط ناحيه الشمال، ففي توازن في الجبهتين. كمان خلى بالمر يلعب صانع لعب تحت اللاعب رحيم ستيرلينج واللاعب جاكسون اللي قدموا مباريات مميزه جدا، فاعتقد كان لقاء مميز جدا وكل المشاهدين استمتعوا به، واعتقد يعني التعادل عادل نظرا للمجهودات الجباره للفريقين. هو ممكن الدوري الانجليزي الموسم ده فعلا مع اللي بنشوفه من فنيات مختلفه وتطوير في اداء وفرانكينج بعض الفرق حتى هذه اللحظه، يعني احنا ما لناش فتره طويله عشان نقدر نحكم امله، بس ممكن يكون النتائج هذا الموسم مختلفه تماما عن الموسم اللي فات فيما يختص بالدوري الانجليزي. انا عايزه كمان اروح معاك لنقطه، بما ان احنا ذكرنا هالاند، سمعنا ما اعرفش الكلام ده برده حقيقي ولا، بس قول لنا رايك في هذا الموضوع ونسبه برده يعني تحقيقه، ان هالاند المفروض ريال مدريد دلوقتي بيدرس فكره الشرط الجزائي بتاعه عشان يضمه لريال مدريد، فهل الكلام ده ممكن يحصل؟ وهل لو حصل حتى هتبقى خطوه يعني مناسبه لهالاند ولا لا، بقائه مع مانشستر سيتي افضل حاليا؟ يعني انا اعتقد في الفتره الحاليه يعني ما فيش مفاوضات، كلها بتبقى اجتهادات صحفيه ووسائل الاعلام بتتكلم كتير، الكلام اكتر على ريال مدريد في صفقه امبابي. اعتقد هالاند يعني الافضل ليه يستمر في فريق السيتي وبيب جوارديولا، خلاص وصل للاندماج والتفاعل بشكل كبير جدا، عكس ريال مدريد برضو، فاعتقد اسلوب هالاند يعني مناسب اكتر لفريق السيتي. فيعني دلوقتي لا يحدث مفاوضات، خاصة ان الفترة الحالية ممنوع اي فريق يتكلم مع لاعب، ممنوع قبل نهاية عقده بست شهور عشان ما يتعرضش لمخالفات قانونية. تمام. طيب تعالى بقى نروح شوية للدوري الاسباني، وجيرونا عامل شغل ومفاجئ ناس كتير، شايف رحلته في النسخه دي من الدوري الاسباني وصلت ازاي؟ طبعا جيرونا بادئ موسم مميز جدا واستثنائي، يعني عامل هو دلوقتي المركز الاول 34 بونت، يعني عامل اداء كبير جدا، ما خسرش الا ماتش ريال مدريد وبعدها عمل رده فعل مميزه وكسب المباريات كلها، كمان عنده خط هجوم مميز جدا، اللاعب دوفيك، اعتقد يعني جيرونا ماشي على مشروع السيتي، الشركه المالكه لفريق جيرونا هي نفس الشركه المالكه لفريق مانشستر سيتي، سيتي جروب تابع لي منصور آل نهيان. فريق جيرونا بيلعب بالأربعة 4-3-3، في الحالة الهجومية بتتحول لل2-3-5، عندهم داني بيلند في عملية بناء اللعب بيزيد لوسط الملعب عشان يعمل زيادة، وبالتالي الاثنين اللي جنبه اللي هم بنقول عليهم في لغة الكورة ثنائي ارتكاز رقم 8 بيزيدوا يشغلوا أنصاف المساحات، فبيبقى فيه كثافة عددية في الخط الأمامي وبيسجل أهداف. أعتقد يعني جيرونا ماشي بشكل جيد وعنده تشكيلة مميزة، العمود الفقري للفريق مميز جدا، سواء حارس المرمى جزالانيجا والهجوم دوفبك، وكمان عنده ايفان مارتين وسافيو في الوسط. يعني طب لو عرضنا دلوقتي جدول ترتيب الدوري الاسباني حتى هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها، خليني برضه اروح معاك، متوقع الاختلافات تبقى في ايه يعني الاسابيع اللي جايه؟ يعني انا اعتقد ريال مدريد برضو وبرشلونه واتلتيكو الثلاثي الشهير هيكملوا برضو يعدي جيرونا اعتقد يعني برضو يعني ما عندوش النفس الطويل، ممكن شويه ويقع يعني يتراجع شويه، ولكن احنا كمتابعين نتمنى يستمر على نفس المنوال والاستمراريه، هتبقى طبعا في تنافس شديد بين 3 و4 انديه. ولكن طبعا تحيه كبيره لجيرونا ومدربهم طبعا ميشيل انخيل سانشيز اللي عامل اداء مميز جدا، فانا اعتقد الريال وبرشلونه برضو هم اللي في النهايه هم اللي هينافسوا يعني
يعني على الدوري. الفكره ان في بعض الدوريات المختلفه برضو العالميه بتلاقي زي عندنا يعني في توب 3 توب 2 كل موسم بيبقى فيه بس تفاوت الى حد ما في الرانكينجز الاولى الثلاثه يعني، لكن برضو ما فيش حتى هذه اللحظه وبقالنا سنوات كده ما فيش جه فريق فاجئنا في دوري ما واخد مثلا او حصل على الدوري. الثبات في النتائج عالميا ده راجع لايه برضو؟ عشان بيفقد المتعه خلينا نقول. ما طبعا بالنسبه للثبات طبعا في الدوريات الكبرى ما بتبقاش الا كل فتره بتحصل، زي مثلا في 2016 فريق ليستر سيتي كان مفاجاه الموسم وعمل اداء مميز، ولكن حظ ليستر سيتي ان ساعتها المنافسين كانوا في مستوى متدني، السيتي كان لسه ضعيف، تشيلسي كان لسه بيعمل فريق، وكذلك ليفربول. بالنسبه طبعا لجيرونا اعتقد برضو الامور صعبه عليه ان الريال وبرشلونه يعني في حالتهم القويه جدا، فبالتالي الفرق دي معروفه هم اللي بياخدوا الدوريات، ما بتستناش بقى الا ايه كل فتره كده. حتى الفتره يحصل اللي حصل فيها دروب 2020 لبرشلونه برضو ما كانش متراجع بالشكل اللي هو يعني الناس توقعته، رغم رحيل ميسي والازمات الماليه اللي كانت بتمر بيها وقتها الاداره يعني. لما وقت الفتره بتاع الكورونا دي كان الدوري الاسباني ما كانش فيه تنافس كبير، كان فيه تراجع بشكل كبير، كان الريال هو اللي بينافس وبرشلونه برضو رغم اللي هو مستواه في هبوط ولكن كان هو اللي بينافس. اتلتيكو كان برضو بعيد، اعتقد اتلتيكو السنه دي مع دييجو وسيميوني عامل اداء برضو جيد، فيبقى فيه تنافس كبير جدا. الحقيقه في فرق كبيره وليها اسماء وليها تاريخ وليها ثقل، لما شفنا كده جدول الترتيب بتاع الدوري في فرق متطوحه بعيد ما بين فالنسيا، ريال سوسيداد في المركز السادس، وساسونا في المركز ال 12، فهو ايه اللي حاصل في الدوري الاسباني؟ هي الفرق دي كل سنه يعني بتنافس يعني بتبقى منتصف الجدول مثلا من العاشر لل 15، يعني هو ده بيبقى طموحهم للاسف، ما فيش طبعا بتبقى مفاجات كبيره جدا، اعتقد هي المفاجاه السنه دي جيرونا، وكمان بمناسبه فالنسيا ده كده كمان تحسن بشكل كبير جدا، السنين اللي فاتت كان بينافس على الهبوط، السنه دي لا دلوقتي في المركز الثامن، فطبعا فالنسيا كان من الانديه الكبيره في الدوري الاسباني طبعاً. فده كمان دلوقتي هو متحسن بشكل كبير جدا. لكن في وقت من الاوقات صحيح. طيب فاصل صح؟ سريع جدا، فاصل سريع ونرجع نكمل قعدتنا ودردشتنا معاك، اتفضل. رجعنا عشان نكمل كلامنا في كرة القدم العالمية، واحنا لغاية دلوقتي خلصنا كام دوري، اتكلمنا عن الأسباني واتكلمنا عن الإنجليزي، ما وقفناش عند الفرنساوي ولا الألماني لغاية دلوقتي. الفرنساوي ما فيهوش حاجة، هو بي إس جي. بي إس جي بينافس نفسه، خلينا نروح للألماني أحسن. تعال. طيب خلينا نعرف منك أستاذ نادر، بتشوف لحد دلوقتي إيه الأندية اللي هي مهيمنة في الدوري الألماني وجهة نظرك؟ طبعا الفترة الأخيرة بايرن ميونخ هو اللي مسيطر على الدوري طبعا، لكن السنة دي أعتقد الأمور مختلفة، فريق تشافي ألونسو باير ليفركوزن عامل أداء مميز جدا، هو حاليا المتصدر عامل أرقام كبيرة جدا، وشفناه تأهل في دور 16 للدوري الأوروبي، يعني في كل المباريات لعب 17 مباراة في كل البطولات، فاز في 16 ويتعادل في واحد، لم يخسر ولا لقاء حتى الان، مسجل 59 هدف وداخل في مرمى 14، فارقام بتنم على فريق عنده شخصيه هجوميه كبيره جدا، وفي توازن في الدفاع، الونسو طبعا بيلعب كره قدم هجوميه، واعتقد هو اللي هيبقى الخليفه لانشيلوتي في ريال مدريد، بيلعب بالثلاثة 4-3، عنده جوناثان تاه وكوسونو في الدفاع عاملين اداء مميز جدا في عمليه بناء اللعب، عنده اشكال متعدده في الخروج بالكوره، ممكن يعمل تمرير مباشر للمهاجم هوفمان او يطلع على طريق الاطراف سواء باك يمين او باك شمال، او ممكن ينزل تشاكا يستلم من قلبي الدفاع، فعنده امور متعدده جدا، وبيلعب طبعا بالضغط العالي وبيضايق الخصم بشكل كبير جدا وبيسترجع الكره بشكل سريع، اعتقد يعني عامل شغل مميز جدا، ونتمنى له طبعا يعني ياخد الدوري الالماني عشان ايه مش كل سنه يبقى بايرن ميونخ. طبعا اعتقد برضو من الناس اللي عامله شغل يعني هايل سفير كره القدم المصريه في البوندس ليجا عمر مرموش، وماشي بخطوات ثابته لغايه دلوقتي وعامل شغل حلو الحقيقه. ده صحيح، عمر مرموش عامل اداء مميز السنه دي مع فريق فرانكفورت سواء في الدوري الاوروبي او في الدوري الالماني، يعني مسجل برده في البطولتين 10 اهداف 6 لوحدهم في الدوري الالماني، عامل شغل مميز في الجناح الشمال مع فريق فرانكفورت، شفناه قدام فريق يونيون برلين سجل هدفين، شفناه قدام بروسيا دورتموند سجل هدفين، كان موجود في التشكيله المثاليه في الدوري الالماني في الجوله الثامنه، كمان معاه اللاعب التونسي الياس السخيري واللاعب الجزائري فارس شايبي في وسط الملعب، عاملين اداء مميز، وبصراحه في تالق للعرب في الدوريات الالمانيه، شايفين نصير مزراوي في بايرن ميونخ، رامي بن سبعيني في فريق بروسيا دورتموند، فالعرب بصراحه عاملين اداء كبير في الدوريات الالمانيه، وكل فريق يعني عاملين فارق بشكل كبير. في حد منهم اعلى من الثاني لو بصينا على مشوار محترفينا ولاعبتنا الدوليين في الدوريات الاوروبيه المختلفه؟ وتعالى نطلع صلاح بره الحزب لاعتبارات كتير.
يعني انا اعتقد مرموش لو اشتغل على نفسه اكتر ممكن يكون هو يعني اللي هيبقى بعد محمد صلاح، وممكن يروح نادي كبير جدا يعني لو استمر بنفس الاداء في فريق فرانكفورت. فرانكفورت من الانديه الكبيره، واخد من سنتين اليوروبا ليج، فاعتقد فريق متشاف برده وعنده كشافين الناس ممكن تشوف عمر مرموش لو اشتغل بشكل جيد، ويبقى عنده اهم حاجه الاستمراريه، يعني ما يبقاش ماتشات معينه ويقعد زي مثلا مصطفى محمد في نانت، اعتقد كان بادئ بدايه مميزه. الفتره الاخيره برده اختفى شويه، فاهم حاجه للاعب المصري يبقى فيه استمراريه على مدار الموسم. بس هو محمد مصطفى محمد كان عنده بعض المشاكل يعني مع الاداره في النادي، كان في ضغوطات عليه وربما ده اثر على ادائه شويه، لكن مصطفى محمد متالق جدا برده كان سواء مع ترابزون او دلوقتي مع نانت، انا بشوف كده يعني اللاعبين بصراحه المميزين جدا. طبعا مصطفى يعني يعتبر دلوقتي افضل مهاجم في مصر، بدا الدوري الفرنسي بدايه مميزه وسجل 5 اهداف، ممكن يكون الضغوطات والمشاكل مع الاداره دي ممكن اثرت بالسلب عليه، ولكن نتمنى له يعني يعود في اقرب وقت. ولكن بالنسبه طبعا للسؤال، انا اتمنى طبعا يعني اعتقد عمر مرموش هو الافضل يعني في كل المصريين يعني المحترفين. وفي حاله مصطفى محمد، لان برضه في الفتره الاخيره ابتدى يبقى فيه كلام عن امكانيه رجوعه وانضمامه لواحد من فرق القمه في الدوري المصري، شايف الى اي درجه ممكن الكلام ده يحصل فعلا؟ لا اعتقد صعب جدا الكلام دلوقتي على مصطفى محمد اللي هو يستمر في الدوري الفرنسي او يروح الدوري الانجليزي، فريق ويست هام بيتكلم عليه، كمان فريق توتنهام يعني ينقصه مهاجم، في كلام برده اللي احتمال مصطفى محمد ننتشل ونتواجد في الدوري الانجليزي. طبعا هتبقى نقله مميزه جدا لمحمد لمصطفى محمد مع فريق توتنهام، خاصه ان توتنهام اتصاب ريتشارلسون مأثر في العمق الهجومي، ما بيلعبش الا فشفناه في اللقاء الاخير فريق توتنهام يعني خسر لقاءين، كان بادئ الدوري بدايه مميزه جدا، خسر لقاءين من تشيلسي 4-1 من ويلفرهامبتون 2-1. اعتقد يعني المطلوب لفريق توتنهام عشان يرجع يعني المدرب يلم الفريق بشكل سريع، ما يخشش في الروح الانهزاميه، يبقى متواضع وعنده يعني يلعب باسلوب منطقي شويه. انا بشوفه يعني في لقاء تشيلسي كان مطلوب منه 2 ومع ذلك بيلعب بدفاع متقدم وسايب مساحات كثيره خلفه، اعتقد دي امور سلبيه بتاثر على الفريق. لا لازم يتعامل مع المباريات بهدوء ومنطقي اكتر من كده ويقفل مساحاته، اعتقد مع الفوز يعني الفريق يعني يعود تاني للانتصارات. نادر فاضل دقيقتين وانا هستغل الوقت ده انا وكريم برضو نروح معاك لملف التحكيم. ملف التحكيم مش هتكلم داخليا لان ده عايز سنتين مش دقيقتين. خلينا نتكلم عن الدوري. والله الواحد يعني ان كفوا السنتين يعني طبعا بقالنا 7 سنين بنقول نفس الكلام في البلد. بص اقول لك هم يبكي وهم يضحك، بس طبعا يعني في الاول وفي الاخر حتى وان كنا بنهزر، بس طبعا هو ملف في غايه الاهميه ونتمنى ايجاد حل ليه في الفتره القادمه، وان كان في بوادر دلوقتي مع بيريرا وغيره داخليا. يعني خلينا نروح للدوري الانجليزي وفكره هنا التحكيم مؤخرا في الدوري الانجليزي اللي اصبح عليه علامات استفهام شويه، والناس اصبحت تقول لك لا ده مش فار ابدا، يعني الموضوع بقى مبالغ فيه وبقى فيه دلوقتي محاسبه برضو لبعض الحكام وعلامات استفهام زي ما كنت بتكلم. خلينا نروح معاك لده. طبعا التحكيم يعني اعتقد دي النقطه السلبيه في الدوري الانجليزي، كل حاجه متميزه في الدوري الانجليزي الا التحكيم بصراحه، يعني اداء كارثي وبيأثر على نتائج الفرق. شفنا الحكم لما غلط في لقاء توتنهام وليفربول وليفربول بيخسر، ازمه كبيره. اللقاء الاخير ارسنال خسر برضو بخطا تحكيمي من نيوكاسل، يعني الكره كانت طلعت وفي فاول ما حسبهاش خالص، ففي اداء كارثي من التحكيم. هوارد ويب رئيس لجنه الحكام يعني لازم يبقى في تحسن للحكام بشكل كبير جدا. يعني بعت لهم بيريرا بقى. يعني لو القصه كده، لا طبعا حاجه غريبه جدا وده دوري انجليزي يعني. طبعا قبل كده كمان قبل الفار كانت الاخطاء يعني مقبوله، دلوقتي وجود الفار اعتقد الامر غير مقبول والنتائج بتاثر صحيح. وطبعا لما الحكم بيتوقف ماتشين او 3 ملهاش لازمه برضو الفريق يعني ما خدش حاجه صح. الا خسر طبعا 3 بونت. فنتمنى طبعا التحكيم يتحسن ويبقى فيه تقنيات حديثه. سمعنا ان احتمال رابطه الدوري الانجليزي تتعاقد مع شركه جديده اللي هي اصلا ويغيروا مشغل الكاميرات ويبقى في تقنيه خط مرمى جديد، فممكن التقنيات الحديثه دي يعني تحسن من احتواء الملف تقلل ده. الاخطاء شويه. نورتنا الله يخليك يا استاذ كريم، وجودك معانا النهارده شكرا جزيلا، وقراءه اكثر من ممتازه للدوريات يعني الاوروبيه. لا نادر ما شاء الله عليك ملم بكل التفاصيل الخاصه بالكره العالميه والدوريات الاوروبيه، يعني مشكوره جدا على وجودك معانا، ان شاء الله تقابلنا مره ثانيه او تنورنا مره ثانيه. نشكر حضراتكم برضو انا وكريم على متابعتنا النهارده، نشوفكم بكره باذن الله.